الحقيقة مش عارف ابتدي منين ولا اكتب ايه، بس الكتابة هي اخر حل متاح ليا بعد ما فشلت كل الحلول التانية. حلول زي الرياضة والشغل الكتير، حتى جلسات العلاج النفسي جربتها وبرضو مفيش فايدة. انا حاليا مصنف طبقا للطب النفسي الحديث اني بعاني من اعراض ما بعد الصدمة، والصدمة دي كانت رحيل والدي من سنة. وعلى فكرة انا مش صغير، انا معدي 30 بخمس سنين، لكن اللي اكتشفته ان مفيش حد اكبر من الصدمة حتى لو كانت ليها مقدمات. وليتم على كبر مهما كانت حياتك مستقرة وشخصيتك قوية اكيد شيء مؤلم. المشكلة اللي واجهتني ان انا ما كنتش حاسس بعمق الازمة دي بعد وفاة والدي الا لما جربت عدم وجوده في حياتي. شقتنا الكبيرة اللي احنا عايشين فيها انا وهو واخويا فضيت عليا، خصوصا بعد ما اخويا اتجوز قريب، وهنا بدأت ازمتي تبان بشكل اوضح، اني ما اقدرش اعيش لوحدي. لما انغمست في الرياضة والشغل الكتير ما حصلش اي تقدم، لانه في لحظة ما بترجع للواقع وتحط راسك على المخدة والذكريات بتضربك بعنف. فقررت يعني بناء على نصيحة صديق ان انا اجرب جلسات الدعم النفسي وفضفض يمكن اتحسن. الحقيقة ان كل جلسة رحتها وفي اي مجموعة كانوا بيرحبوا بيا في البداية وبيتعاطفوا معايا جدا، لحد ما بجيب سيرة مجلس الاموات. بمجرد ما بخلص كلام والجلسة تنتهي كان بيتم تبليغي بشكل غير مباشر تاني يوم اني غير مرحب بيا في الحضور مرة تانية، بدعوة ان انا بخترع مواقف وحالات ملهاش علاقة بالواقع. ولاني عنيد وما بتعلمش من غلطاتي دايما، كنت كل ما انضم لمجموعة جديدة لازم احكي واقعة مجلس الاموات. ولما زهقت من عدم تصديق الناس ليا قررت ان انا اطلع انفعالاتي على الورق، لان اللي حصل انا كنت طرف فيه ومصدقه جدا. انا كنت الاخ الكبير، وفي طفولتي كنت شقي جدا عكس دلوقتي، عيل شيطان شقي الارض وطالع. ومرحلة الطفولة دي كانت تواجدي فيها الاكبر مع والدتي الله يرحمها، وكان والدي بحكم عمله في التجارة ما كانش متواجد في البيت طول الوقت. ما افتكرش ان انا شفته في طفولتي اللي اوعى عليها طبعا يمكن 3 أو 4 مرات. ساعات كنت بحتاجه جدا، لدرجة ان انا في مرة عملت مشكلة في المدرسة علشان يقولوا لي هات ولي امرك. البيت علشان اكون امين ما كانش ناقصه اي حاجة، سواء وانا صغير او انا كبير، كنا زي اكتر البيوت المصرية عايشين بالضروريات بس. والدي كان شايف ان الفلوس لما تيجي تتصرف على القد ويتشال الباقي وما يطلعش الا للطوارئ. كان استثماره الأكبر فيا أنا وأخويا والبيت، تعليم مدارس أجنبية بالشيء الفلاني، ولبس وأي طلبات نعوزها بتحضر. وفي نفس الوقت ست البيت اللي هي أمي تتابع حركات التعليم وتساهم بجزء كبير في التربية. وطبعا لأني كنت عيل معرفش قيمة الشغل وتعب الشغل إلا لما جربت فيما بعد، كنت بحس بمسافات كبيرة جدا بيني وبين والدي نتيجة عدم وجوده، عكس أخويا الصغير اللي كان منسجم معاه جدا دايما في كل مراحلهم الحياتية. لحد ما في مرة زرت واحد صاحبي وكان عنده قصص وكتب، فأخدت قصة منهم أقراها واتفتنت جدا بعالم القراية، وده طبعا انعكس على سلوكي لأني بطلت لعب وشقاوة ووجهت كل طاقتي للقراية. الأمر ده وصل لوالدي عن طريق والدتي واللي كان مبسوط جدا بتوجيهي للقراية، منها لأني اكتسبت عادة كويسة في سن صغير، ومنها إنها هتمنعني عن عادة سيئة زي الشقاوة، خصوصا إن والدي كان بيحب القراية في شبابه برضه، بس الحياة والمسؤوليات قطعوه عنها، لكن هو كان أشطر مني في النقطة دي. استخدم قرايته لخدمة الواقع بتاعه، في حين إن أنا فضلت سجين الكتب والقصص والشعر لفترة طويلة. وجات مرحلة الثانوية العامة، وزي أي بيت مصري وأب مصري قرر الوالد إن هو أنزل معاه الشغل في أجازة آخر السنة، وطبعًا ده شيء أزعجني جدًا، لأنه هيمنعني عن القراية اللي توحدت معاها ذهنيًا وشعوريًا. خصوصا انه على ايامنا ما كانش فيه لا نت ولا العاب. جهاز الاتاري ما كنتش بقرب له، واللعب في الشارع عمري ما هويته. كانت هوايتي الوحيده القرايه وبس. وطبعا نزلت الشغل معاه وانا متكدر ومتضايق، خصوصا اننا بنرجع البيت يا دوب ناكل لقمه وننام. ولاني كنت لسه مراهق وبدور على الانطلاق بقى، كنت شايف الروتين ده مجحف جدا، خصوصا لواحد حالم وبيحب القرايه زي حالاتي. صحيح المفروض طبقا للبديهيات يعني اني لما اشوف تعب والدي في الشغل بعناية احس قد ايه هو بيحارب علشاننا، لكن اللي انا شفته وعصرته في قلب الشغل معاه خلاني اتمسك بالعالم بتاعي اكتر. انا شفت والدي في الشغل شخص عصبي جدا، مشغول البال دايما ومكشر الا فيما نظر. ولانه كان قليل الكلام ولاني كنت رافض فكرة الشغل، برضه تواجدنا في مكان واحد سوا فترة طويلة ما غيرش اي حاجة، بالعكس فضلت المسافة بينا توسع وتوسع اكتر. معرفش العيب بصراحة كان عند مين،
واللي انا اعرفه الحقيقه ان قرب العيال من اهاليهم دي ارزاق مش معتمده على شطاره العيل او قدرته على تنفيذ الاوامر. انا عشت مع ابويا وامي 35 سنه ما عرفتش اقول لهم او اوريهم بحبهم قد ايه. اعتقد ان السبب ان هم كانوا عايزين يدوني كل صفاتهم الحلوه في حين ان انا كنت عايز من الصفات دي اللي يناسب شخصيتي بس. فضلت حياتي مع والدي في شد وجذب كده حتى بعد ما اتخرجت واشتغلت، لانه كان شايف ان انا لازم اساعده في شغله مع اخويا الصغير لانه كبر وما بقاش زي الاول. ولما رفضت اتجه لاخويا واعتمد عليه في كل شيء تقريبا وجنبني تماما موضوع الشغل معاه، لما اشتغلت بره بقى كنت حاسس بنفسي وبحريتي وكنت فرحان ان انا بعيد عنه وعن البيت. دايما كنت بحس ان هو عايزني جنبه لسبب ما حتى لو مش سبب قوي. ولما مات عرفت انه السبب ده ان هو عاوز يشبع مني كابن، لاني انا حاليا حاسس اني ما شبعتش منه كاب ومفتقده جدا. ولما حصلت لي ظروف خلتني اسيب الشغل عرض عليا ان انا انزل اشتغل معاه تاني، لانه شايف ان قعدتي ممكن تضرني لو اتعودت عليها. طبعا نزلت على مضض وبرضه ما كانش فيه اي تغيير. كنت وصلت للتلاتين وشفت ان فرصتنا سوا اننا نقرب من بعض كاب وابنه يعني راحت خلاص. وفضلنا كده لحد ما تميت 32 سنه. ساعتها دقت الحزن الحقيقي لاول مره. والدتي توفت. راحت مننا في ظرف شهر. رحيل الام بينزع من كل الاشياء اللي حواليك جمالها. مفيش الوان، الدنيا كلها بتقلب ابيض واسود. اللحظات الحلوة زي الوحشة، النهاردة زي بكرة زي امبارح، البيت كله اتشقلب حاله. بابا حرفيا بقى شخص تاني، واخويا حاول يستوعب الصدمة ويتجاوزها بعقل. أما أنا فحسيت إن في جناح من جناحين يتقصوا. ما كنتش مستوعب إن والدتي راحت. تعاملنا مع اللي بنحبهم على إنهم من الخالدين هو اللي بيصدمنا لما بيروحوا أو يسيبونا للأبد. الأب والأم دول تحس إنهم عاملين زي الفاكهة، تشوفها كل يوم وانت رايح وانت جاي، ولما تيجي تطلبها بالاسم يتقالك انه اوانها راح خلاص. بعد وفاة ماما احقاقا للحق والدي حاول يتقرب مني كتير، وانا كمان حاولت، وكالعادة قعدنا فترة على وفاق وبعدها كل الامور رجعت لطبيعتها. اللي اختلف انه انا اللي خدت دور الاعتناء بالاب، فطاره الصبح، حقنة الانسولين وحباية السيولة. لحد يوم جالي فيه شغل لكن عن طريق الانترنت، حاجة كده زي التسويق الإلكتروني. وقتها كان عندي 35 سنة، وطلبت منه بشكل حاسم ومباشر إن أنا أسيب الشغل معاه رغم إني هشتغل من البيت يعني. وبالمناسبة مكان الشغل بتاع والدي كان جنب بيتنا بحاجة بسيطة، وده اللي خلى والدي على فكرة يكتسب عادة إن هو يقعد في مكان شغله أكتر من البيت، خصوصا إن هو صاحب الشغل برضه. وحاول طبعا يعلمنا العادة دي لكنه فشل معايا ونجح مع أخويا الصغير. أخويا الصغير اللي حب جدا الشغل مع بابا والقعدة معاه في مكان شغله صيف وشتاء وأعياد ومواسم، في حين إن أنا كنت حبيس أوضتي الضيقة اللي شفتها، يعني قطعتي الغالية اللي انتزعتها من فم العالم. إحنا في تقسيم الشغل مع والدي كنا بنبقى فاتحين 24 ساعة، ولما خرجت من الحسبة بتاعتهم دي بناء على تصميمي على فرصة الشغل الجديد، واللي للعلم هو تقبل ده بهدوء عكس اعتقادي إن هو هيناقشني ويجادلني وليه عايز تسيب الشغل والكلام ده تاني يتعاد، لكن ده ما حصلش. وطبعا اضطر والدي واخويا ان هم يعملوا حاجه ما اتعملتش من سنين طويله، ان المكان بتاع الشغل يتقفل وما يبقاش 24 ساعه. ومع توالي الشهور ساعات والدي في الشغل كانت بتقل مقارنه بساعات اخويا، وفي النهايه اخد قرار انه اخويا هو اللي يدير كل حاجه، وهو ينزل ليه كام ساعه كده في اليوم وخلاص. وقراره ده كان حكيم لانه راعى ظروف السن، وكمان حركه الشغل ما عادتش زي زمان، وده كان اعظم قرار خده في حياته من وجهه نظري. أنا كنت فاكر إني لما هخرج من حسبة الشغل معاه هيزعل وهيتضايق ويحاول يضغط على نفسه وعلى أخويا، لكنه كان حكيم جدا في معالجته للموضوع. هما كانوا بيخلصوا شغل على نص الليل تقريبا ويرجعوا سوا. طبعا والدي بحكم إن هو كان بيصحى براحته وبعد الفروض الخمسة وفنجان القهوة ينزل لأخويا، فطبعا لما كان بيرجع كان بيسهر كتير جدا لحد الصبح. أنا ما انتبهتش لده في الأول، لكن لاحظت إنه سهران في أوضته وأنا في أوضتي بشتغل على الجهاز. وطبعا بدأ ينده عليا من وقت للتاني علشان بيعوز حاجة أو أناوله حاجة، والغريب إن ده شيء ما كانش مضايقني خالص، بالعكس بسطني جدا. ولما حددت مواعيده بدقة بقيت بخلص شغلي قبل ما يرجع علشان نسهر سوا قدام التلفزيون أو حتى نسمع فيروز مع كوباية قهوة، ولما الصبح يطلع أنزل أجيب فطار سخن ونفطر سوا. قد إيه اكتشفت إن والدي ده شخص عظيم وحكيم وهادي جدا،
عكس صورته اللي كنت بشوفه بيها عليها وقت شغلي معاه. استرجع معايا ذكريات كتير وحواديت ياما، وعلمني حاجات وفلسفيات عمري ما كنت أتخيلها. أعتقد لما المناخ اختلف وبقى أكتر هدوء، أصبح فيه فرصة كبيرة بيني وبينه إننا نتواصل ونعوض عمر بحاله ونختصر مسافات سنين. اتعلمت منه إن الإنسان السليم يسعى للصح، لكن يستنى الغلط يقع عليه غصب عنه ما يروحلوش هو بنفسه. ولأنه تاجر كان عارف قيمة القرش الحلال وقدرة القرش الحرام على تضييع أي شيء كويس في نفس الإنسان. وطبعا خبرته في القراية زمان مع خبرتي أنا كمان خلتنا نفتح مواضيع كتير. فضلنا على الحال ده 3 شهور، وكانوا أحسن 3 شهور عشتهم في عمري كله. لحد ما في يوم رجع بعد ما طلع من تحت، دخل أوضته وما ندهنيش كالمعتاد. قلت يمكن بيريح أو عايز يقعد لوحده. سبته شوية وبعدين قلت ما بدهاش بقى. رحت له وحاولت أتكلم معاه، صدني بهدوء غريب. طب مالك يا حاج؟ تعبان؟ في حاجة مزعلاك طيب؟ قال لي لأ، بس طبعا بحكم قربي منه الفترة الأخيرة عرفت إنه في شيء شاغل باله. سبته خرجت من الأوضة عنده، وبعدها بفترة ندهلي طلب فنجانين قهوة نشربهم سوا. وعلى ما عملتهم لقيته في أوضتي، وكانت دي مفاجأة ليا، لأنه مستحيل يخرج من أوضته بسهولة. قال لي إيه، مفيش حاجة نسمعها؟ قمت مشغله الراديو اللي حببني فيه أكتر من التلفزيون. قعد يدندن شوية وبعدين طفى المحطة وقال لي أمك وعمك وجدك. قلت له باستغراب الله يرحمهم، مالهم؟ قال بتأني بيجوني في الحلم بقالهم 3 أيام، عايزيني أزور عمتك في بورسعيد. الكلام نزل عليا زي البرق، تنحت في وشه لأني عارف وهو عارف الحلم ده معناه إيه. مجلس الأموات جاي ياخد حد، بس مين؟ هو ولا عمتي؟ قعدنا نجادل بعض لحد الفجر، وحلفت عليه إنه مفيش سفر، إحنا هنا مع بعض والحمد لله لا عايزين نروح لحد ولا حد يجيلنا. لكن هو كان مصمم بشدة على السفرية دي، وأنا كنت مصمم جدا على موقفي برضو، لأني من جوايا عارف إنه مش حلم عارض. بس مستحيل يعني بعد ما بقيت أنا وهو بالتقارب ده وحياتنا كويسة ومنسجمين كأب وأبوه إنه يموت دلوقتي. كنت عارف إنها أعمار ومكتوبة وكل بتاع ربنا، بس برضو رفضت الفكرة وبالتالي رفضت سفره. وفي آخر المناقشة قام وعلى وشه ابتسامة ما فهمتش معناها خالص، ولأنه شخص عنيد بطبعه خلاني يوم خرجت ورجعت البيت لقيته مسافر مع أخويا. كنت هتجنن، خصوصا أن ظروف شغلي وترقيتي الجديدة اللي أحلف أنه سببها دعوة منه كانت تمنعني أني أروح له. وتجنب الكلام معايا في التليفون خالص، وطبعا لأني فهمت طبعه وما حاولتش أحكي الحوار ده لأي شخص حتى أخويا، لأنه لو عايز حد تاني يعرف كان قال له هو. والغريب أن والدي كان مستقر وهادي الطباع هنا، لما سافر كان شخص تاني، كان بينزل مع عمتي وعيالها وأحفادها وأخويا يتفسح كل يوم، حتى البحر نزلوا، وكان بيبعت لي صور شكله فيها في منتهى السعادة والانطلاق. لكن على العكس كنت بقلق أكتر ما كنتش بطمن، دي علامات فراق واضحة. حد يزور حد ما زرهوش من سنين، سعيد على طول وفرحان على طول. حرفيا الوقت ده أنا ما كنتش قادر أركز ولا أعمل أي نشاط لمدة أسبوع بحاله. أنا فاكر أول ما رجع من السفرية دي كنت أنا برا، وكان راجع على مكان شغله مرضيش يرجع على البيت إلا لما آجي ونطلع سوا. أول ما شفته جريت عليه وأخدته بالحضن وقعدت أعيط وحضنته كأنه غايب من سنين، وهو عمال يقول لي بضحك هتكسر عظمي يا ابن الكلب. وبعدها بصلي وقال أهو سافرت وجيت وما حصلش حاجة. الحقيقة أنا كنت فرحان جدا اليوم ده، ما نمناش وقعدنا نحكي كتير. طبعا الناس حوالينا وقتها ما كانوش عارفين أنا بعيط ليه أو فرحان قوي برجوعه ليه، لكن من تاريخي الغير مستقر كابن مع والدي زمان كان مخليهم ده فرحانين بيا وبقربي الشديد منه في المرحلة المتأخرة دي من عمره، وكانوا بيدعولي بالهداية. ولما نام تاني يوم وصحي سألته، حد من مجلس الأموات جالك تاني يا بابا؟ ضحك وقال لي لسه. فضحكت وقلت له لسه ايه، احنا مش عايزينهم خالص.
وطبعا كان دايما بيقول ان هم ارواح ربنا بعتهم لسبب، وان رؤية الحبايب خير والكلام ده، وانا ما كنتش شايف حاجة غيره متمسك بوجوده في حياتي لأقصى درجة. ايامي كلها كانت جميلة وكلها بركة وخير وضحك من ساعة ما بقى في البيت، لحد ما في يوم قام من النوم زي عوايده لكنه ملبسش ونزل لأخويا زي المعتاد. اتبسطت وقلت حلو فيها سهرة صباحي، عملت له القهوة وكله تمام، وقلت أسيبه شوية على ما خلص اللي ورايا. وفجأة نده علي وقال لي اطلب لي أخوك. قلت له انت ما معكش رصيد ولا يا حاج؟ رد علي بعصبية قال لي لا معايا بس مش عارف أجيب اسمه. قلت له بدهشة أكبر، يعني يا حاج مش عارف تجيب اسمه يعني إيه؟ فتعصب أكتر وقال لي معرفش اطلبه وخلاص. وفعلا طلبته وأخويا اتكلم معاه، مكالمة ظهرت ليه أنها غير مفهومة وغير مسببة، لدرجة أني شكيت أنه تعبان بس مش عايز يقول. وبعد المكالمة سألته إذا كان تعبان، كان رده أنه كويس بس عايز ينام رغم أنه لسه قايم من النوم من شوية. ولأني موسوس وكمان معرفتي بأبويا وصلت لمرحلة التفاهم القصوى، كنت متأكد أنه في حاجة. سبت كل اللي ورايا وطفيت له النور وجبت كرسي وحطيته في الصالة علشان أراقبه من زاوية معينة. ما نمش على طول، برضه كان ماسك موبايله كأنه بيدور على حاجة أو بيحاول يعمل حاجة لكنه ما قدرش رغم أنه واعي. وفضلت مراقبه فوق الخمس ساعات، ما قمتش ثانية واحدة. وفجأة لقيته فتح عينيه وسكت شوية، وبعدها بص للركن في الأوضة وقعد يقول كلام أنا مش مميزه. دخلت عليه ونورت النور وقلت له بلطف يعني صح النوم يا عم الحاج، اصحى بقى علشان ناكل سوا. بصلي كده كأنه بيشوفني لأول مرة وقال لي احنا فين؟ قعدت جنبه وحاولت أدار الرعب اللي ملاني من سؤاله المفاجئ ده، وقلت له احنا في البيت يا حاج، بيتنا. بص في الأوضة كأنه أول مرة بيشوفها من غير ما يرد، كأنه ضيف جديد عليها، ودي علامات ما اطمنش أبدا. بعت لأخويا أحكي له اللي حصل، اتصل أخويا بيه ورد عليه والدي زي التايه. وفي آخر المكالمة أبويا قال له ما تتأخرش علشان نلحق نروح. ما قدرتش من القلق والانفعال وقلت له بعصبية تروح فين يا بابا؟ احنا هنا في بيتنا، قوم يلا علشان نتغدى سوا. بصلي كده بصت شرود، أول مرة في حياتي كلها أشوف والدي عقله بيشرد منه. والدي اللي كان نبغى في الحسابات والقراية حتى اللغات اللي اتعلمها لوحده رغم شهادته المتوسطة. والدي اللي كان حديث أصحابه إنه أول واحد جاب موبايل وتعلم الفيسبوك في سن كبير. الحاج اللي كان الشارع كله بيكبر ليه والكلمته لما تتقال مش عارف هو فين. الأمر ده مستحيل يتسكت عليه. والدي مش معايا فعلا، ده شارد في ملكوت تاني خالص. ايه اللي حصل؟ احنا نايمين كويس وهو صاحي في ميعاده، حصل ايه؟ قلت له يلا نقوم نلبس علشان ننزل، على اعتبار ان هو هينزل لاخويا وهو تحت ناخده على المستشفى نطمن. لقيته بيقول لي ماشي بس اشرب سيجاره الاول. رحت لعلبه السجاير لقيتها فاضيه، قلت له العلبه فاضيه لما ننزل تحت نبقى نجيب. رد عليا بكل بساطه وقال لي ماشي، طب شوف في سجاير مع عمك كده. بصيت له بكل ذهول وقلت له وعمي وده هسأله فين وازاي؟ وبكل بساطة شاور برقبته على المكان اللي كان بيوجه له كلام من شوية لما كنت براقبه من برة. طبعا المكان كان فاضي لكن ده زاد قلقي أكتر. سألته إذا كان شايفه دلوقتي، هز راسه إنه شايفه. ولما سألته ما طلبتش أنت منه بنفسك ليه؟ قال لي إنه سأله من شوية وعمي ما ردش عليه. طبعا أنا كل رعب وقلق العالم بقى ماليني، وضربات قلبي أنا فاكر صوتها لحد دلوقتي. لبسنا ونزلنا لأخويا وطلعنا على المستشفى، وهناك اتحجز في الرعاية. ليه يا جماعة ده كان كويس وتمام، أنا ما بفرقوش لحظة. قالوا نعمل تحاليل ونشوف. تحاليل إيه؟ أنا أبويا كويس وأنا متأكد. كأن الدنيا مش عايزاني أتهنى عليه، دول يدوب كم شهر اللي بقينا فيهم كويسين مع بعض، ليه يتعب دلوقتي التعب ده؟ أنا ما صدقت لقيت أبويا ولقاني.
بيت يومها على باب المستشفى بره، فرشت كرتونة وقعدت وقلبي بيتقطع. إزاي أنا مش شايفه ولا عارف هو عامل إيه؟ وتاني يوم لما سمحوا بالزيارة ودخلنا، كانت الأرض بتلف بيا لما شفته في الرعاية، واحد تاني خالص مش عارف إحنا مين، وبيكلم ناس مش شايفها وبيشاور لناس مش موجودة. بكيت من اللي شفته، ما قدرتش استحمل منظره وخرجت بره. رحت للدكاترة، طفحوا في وشي لستة أمراض، جلطات قديمة معرفش عملت إيه، والكبد معرفش ماله، والكلى والضغط والسكر. طب يا جماعة هيخرج إمتى؟ أنا عارف أبويا لا بيحب المستشفيات ولا الأدوية. قالوا لما يتحسن. لما كان بيخلص ميعاد الزيارة لمدة أسبوع، كنت بروح البيت ما بنامش إلا من التعب. كانت بتجيلي كوابيس لما نام إنه أكيد عايزني دلوقتي وبينده عليا. أخدت أجازة من الشغل، ومع توالي الوقت في المستشفى كان بيتحسن شوية، وفرحت قوي لما عرفني. أول ما عرفني قال لي جملة واحدة بقى يقولها لي كل ما كنت بروح أزوره، كان بيقول لي عايز أروح. حياتي اتلخبطت، وقلت بس يجي بيته وينور قط وأنا هرجعه زي الأول وأحسن. وآخر يوم في المستشفى لما خرج كان واعي تماما، لكن الأسوأ إنه كان واعي بحالته. والدي أدرك يقينا إنه ما بقاش زي الأول ومش هيرجع زي الأول. ولما روحنا ولمت الأهل والصحاب اتفضت من حواليه، قعدت جنبه عمال أقوله نورت الشارع والبيت، ده أنا ذات نفسي نورت. بس لقيته بيبكي وأنا ما شفتهوش في حياتي بيبكي إلا لوفاة أمي بس. صعب عليا أشوف أبويا الجبل العظيم يرقد الرقدة دي. قلت له ما تقلقش أنا معاك مش هسيبك، أنت هترجع زي الأول وأحسن. وهو يقولي لا سيبني، لكن عينيه كانت بتقولي الحقني يا ابني. أسيبك لمين يا عم الحاج؟ أنا معاك لآخر نفس فيا. من ديته بحاله إنه صعبان عليه نفسه، طلب مني أخرج وأسيبه ينام شوية. كنت عارف إنه مش هينام وهيفضل صاحي، وكانت أطول ليلة هتمر عليه وعليا أنا كمان. سبته وخرجت وقعدت في الصالة على كرسي المراقبة، وعقلي بقى يفكر كتير. ليه دلوقتي؟ ليه؟ اشمعنى ابويا؟ العالم مليان ناس، اشمعنى هو؟ طب انا قصرت في ايه؟ ده احنا حياتنا كانت زي الفل. ليه يتعب دلوقتي؟ ثم جلطه ايه اللي تجيله وانا بديله حبايه السيوله؟ وماله الضغط والسكر والراجل منظم اكله؟ عقلي كان عباره عن ليه وخلاص. كان هان عليا اقوم افتح البلكونه واصرخ بالاسئله دي في الفضاء. تعب والدي كان بدايه فصل الشتاء، وده خلى الليل مع الهموم يطول اكتر. الناس كلها حواليا كانوا شايفين ان دي وقعه كبيره وانه خلاص يعني في اواخر ايامه، الا انا عملت المستحيل علشان يرجع. والحقيقه انه اول كام اسبوع حاول كتير يستجيب للعلاج، لانه من النوع اللي ما كانش بيحب الرقده. كنت اسمعه يدعي زمان انه يا رب أروح لك وتراب الشارع على رجلي. والدي كان عنصر الحركة عنده أهم عنصر، ولما بيفقده في أي تعب كان بيبقى متعكنن جدا. فضلنا نمشي على العلاج خطوة خطوة، ومع تحسنه كنت بتمسك بالأمل أكتر. حتى شغلي سبته خالص وقعدت له ليل نهار، وأنا معاه وهو صاحي وهو نايم، أكله وشربه ونظافته الشخصية، وكنت سعيد قوي. لحد ما في يوم صحي وقال لي النهاردة إيه؟ ابتسمت وقلت له النهاردة أحلى يوم يا عم الحاج، مادام أنت بخير وبتتحسن. قال لي طب يلا نتغدى علشان نلحق ننزل. طبعا هو من وقت تعبه ما كانش بينزل خالص، لأنه ما عندوش تحكم في رجليه، يدوب بيتحرك في الشقة. فقلت له إيه اللي هينزلنا بس يا حاج في الساعة دي؟ ده أنا عامل لك شوية أكل حلوين بشكل. قال لي بتصميم أكل العيانين اللي أنت ماشيني عليه ده ملوش طعم، ثم أنا في واحد صاحبي هيعدي عليا تحت ولازم أنزله. قلت له بندهاش يعني هو مديك معادي عم الحاج؟ سيبك من الكلام ده. قال لي بصوت مدافع عن صحة كلامه يا ابني ما ينفعش يطلع، ده عنده القلب، ثم عمك اللي قايل لي إنه جاي، هو عمك هيكذب؟
بس قلت له عمي وانت شفت عمي فين؟ قال لي مكان هنا النهاردة. انت ما سلمتش عليه ولا ايه؟ قلبي رجع يدق تاني جامد. عمي اللي ميت من 20 سنة معرفش بيشوفه فين وامتى. اكيد ده نتيجة التعب. اصل في اوقات كده من كتر حبك وتعلقك بحد ما بترضاش تصدق انه تعبان، حتى لو تعبان فعلا. ودي كانت نظرتي لأبويا في كل مراحل تعبه، بس ده معناه انه الأدوية مش جايبة نتيجة. والعمل سايست وقلت له ماشي، وفهمته اننا ناخد الدواء ونتغدى ونقعد نستنى صاحبه لما يجي وننزله. فضلنا قاعدين ساعة واتنين وتلاتة لحد ما نعس ونام. ساعتها ارتحت قوي، وفجأة لقيت أخويا بيتصل بيا وبيقول لي إن في واحد صاحب بابا تحت وعايز يكلمه، وإن الراجل مش قادر يطلع لأنه عنده القلب. خبر أسود، أنا سمعت الكلمتين دول قلبي وقع في رجليا، وسرحت لدرجة إني ما سمعتش أخويا ولا زعيقه ولا اتصاله بيا بعدها. وفين على ما رديت بصعوبة وقلت له ويفهم صاحب بابا ده إنه هو نايم، بس ده معناه إنه بابا ما بيتخيلش فعلا وإنهم هنا. جايين ليه؟ جايين ياخدوه؟ ما حسيتش بنفسي إلا وأنا واقف وبقول بصوت عالي على جثتي، على جثتي ياخدوه. فجأة سمعت صوت جاي من ورايا بيقول لي بعد الشر عليك يا حبيبي. ده صوت أمي، أنا عارفه كويس. بصيت ورايا ما لقيتش حد. ده مش معقول يكون صوتها. دي تخيلات، أكيد تخيلات من الضغط النفسي اللي أنا فيه. فضلت بتنفض حرفيا لمدة ساعة، وبعدها كلمت الدكتور وشرحت له إن والدي رجع يسرح تاني، فرد عليا بنبرة عادية وقال لي ده طبيعي خالص السن بقى. قلت نفسي سن إيه؟ أبويا من شهر كان أحسن منك. ولو الزمن يرجع بيا لورا سنين كنت شلت أبويا ده من على الأرض شيل، كنت اتمتعت بقربه وحكمته وهو في عز صحته. إنما مشكلتي كانت وقتها إني كنت بعامل أبويا بالعدل مش بالرحمة، يزعل أزعل، يتكلم أتكلم، يبعد أبعد، يعند أعند. كنت قاسي وهو كان حكيم أكتر مني. كنت شخص لا أطاق، لكن رغم عمايلي كلها عمره ما تخلى عني كابني ليه. قد إيه أنت أب عظيم؟ طب ليه بعد ما كل حاجة اتصلحت يحصل كده؟ ليه؟ رغم أن كل الإشارات كانت بتقول أنه أيام أبويا في الدنيا بتخلص، لكن حبي ليه كابن كان رافض كل الإشارات دي. كنت بعافر معاه علشان يقوم ياكل أو ياخد الدواء، حتى صحوة البداية اللي كانت عنده جسمه ما قدرش يستمر عليها بنفس الكفاءة، وتعب ورقد مرة تانية. لكن المرة دي ما كانش قادر ينزل من فرشته، كان يدوب يتقلب فيها. قضيت ليالي انتظار طويلة وصعبة في عز الشتاء. كان لما ينام بعد مناهدة الأكل والدواء واطلع على كرسي الصالة أراقبه، أحس إن الشقة ضيقة قوي ونورها ضعيف جدا، وأبص لتلال الأدوية اللي على الترابيزة كأنها كتمة على أنفاسي، وأقول كان مستخبلنا ده فين؟ إيه الحكمة يا رب؟ تكفير ذنوب؟ رفع درجات؟ طب يعني مفيش طريقة تانية؟ وأرجع أستغفر وأقول امسك نفسك، امسك نفسك ما تكفرش. في اللحظة دي حسدت الناس اللي اتولدت وما وعدتش على أهليها، لا شافوهم ولا عرفوهم ولا تعذبوا بانتظار فراقهم ولا قلقهم عليهم. إزاي تستحمل بنيان متماسك زي الأب شايفه طول الوقت صامد ينهار كده؟ ولأنه صامد ما ينفعش ينهار مرة واحدة، بينهار على مراحل، وده عذابه على الروح أقوى. وبعدها أرجع وأقول طب هو أنهي الأقسى؟ إنه ربنا يديك مقدمات لرحيل الغاليين فترتب نفسك وتشبع منهم، ولا إنه ياخدهم فجأة فتتزلزل وتترج؟ أنهي الأحسن فعلا للإنسان؟ الوداع البطيء ولا الرحيل المفاجئ؟ طول عمري شايف الأب والأم دول تشريفا لمجهودهم، تتقبض أرواحهم وهم بصحتهم وبدون تعب، لكن سنة الله في الكون أحكم وأعدل، وكلنا في الآخر مخلوقات متساوية قدامه عز وجل.
الأسئلة كانت بتدور في دماغي زي مخروط الإعصار. كلمت أخويا وقلت له أنا عايز أنزل أقعد مكانك شوية وأنت أطلع استريح. كنت حاسس أني مخنوق، عايز أغير جو، عقلي هيشت عالم. نزلت له بسرعة والدي نايم ووصيته لو في حاجة يكلمني، وقعدت برضو ذهني شارد بفكر فيه. وبعد فترة من قعادي مر عليا واحد صديق والدي وسألني عليه، وزعل قوي لما عرف انه رائد ودعاله بالشفا. بصيت له وهو ماشي وقلت في نفسي بقى ده يمشي على رجليه وابويا هو اللي رائد. كانت انانيه مني، بس لما بيبقى عندك حد تعبان او توفى بتعتقد ان الكون كله هيتعطل لمجرد ان هم راحوا او مش بخير، بس بتتفاجئ ان الناس حواليك بتتحرك في مسارات حياتها عادي، فبيجي لك نوع من الغضب وتبدا تصبه على تصرفاتك معاهم. قعدت تحت معرفش قد ايه، بس برضه مرتحتش. قلقت وطلعت لقيت والدي صاحي واخويا معاه. ولما سالت اخويا هل لاحظ اي حاجه مش مريحاه على والدي، قال لي انه طول الوقت كان بيبص على مكان معين في الاوضه، ولما ساله بتبص على ايه قاله انه شايف امي قاعده على الكنبه وبتقرا قران. عرفت طبعا انه في انتظاري ليله طويله جهنميه. دخل اخويا علشان ينام وفضلت قاعد مع والدي وانا مصمم اعرف اخره الحوار ده ايه. قلت دردش معاه شوية رغم حالته الذهنية المتأخرة تماما. مين اللي زارك النهاردة يا حاج؟ عمك وجدك كانوا هنا وأمك قدامك أهي. بصيت على الكنبة طبعا ما لقيتش حد، بس طريقة كلامه زي ما يكون شايفها فعلا. حاولت أجريه شوية وقلت له طب اسألها هي جاية ليه؟ قال لي بهدوء جاية تاخدني علشان نروح. تلو تروحوا فينها؟ تروحوا فين يا عم الحاج؟ ماما ماتت من 3 سنين، مفيش حد هنا غيري أنا وإنت وأخويا وبس. رد عليا باستغراب إزاي؟ ما تقولش كده، هو إحنا هنطرد أمك من البيت ولا إيه؟ حاولت أهدي نفسي لما لقيت إنه مفيش فايدة. طلب مني اني اطفي النور علشان عاوز ينام، فصممت اني اعمل حيله اجرب بيها يمكن اعرف هم موجودين ولا لا. فقلت له طب يا حاجه انا كان ضايع مني ورقه في البيت ما اعرفش سبتها فين، وسالت عليها اخويا وقلبت البيت كله مش لاقيها، خلي ماما تدور لي عليها. رد عليا بكل بساطه دي قالت لي انها سايبها لك تحت المخده بقالها يومين، هي ما قالتلكش؟ جريت زي الصاروخ على قطي وفتحت النور وطيرت المخدة بإيدي ولقيت الورقة تحتها. عرفت ساعتها أن مجلس الأموات موجود فعلا في البيت وجايين ياخدوا والدي معاهم. طفيت النور وجبت الكرسي المرادي وحطيته في قلب أوضة بابا، وصممت أني هفضل مراقب 24 ساعة لحد ما أشوف حد فيهم. مش معقول أبويا يروح مني بعد ما الدنيا صلحتنا على بعض. فضلت صاحي عينيا ما اتشالتش من عليه، ما اتحركتش من مكاني وعقلي بيدور فيه مليون سؤال. معرفش فضلت صاحي مراقب والدي قد إيه، لكن جه وقت عيني ما كانتش قادرة تقاوم النوم وتقريبا غفلت شوية صغيرين. سمعت من مكاني في الأوضة زي ما يكون في مجموعة أشخاص بتتكلم في الصالة برة، لكن صوتهم منخفض لدرجة أني مش عارف أحدد الكلام كله، بس قدرت ألقط شوية جمل من وسط الكلام. جملة كانت بتقول هتقولي إمتى، وبترد عليها الصبر يا جماعة الموضوع مش سهل، الواد متعلق بابوه، وحد تاني بيقول الواد لازم يعرف إحنا هنا في البيت بقالنا أكتر من شهر، تبليغه كانت مسؤوليتك أنتي. حد رابع بيقول إحنا لما بلغنا الراجل بمشيانه ما تخضش لأنه مؤمن وراح زار أخته لأنه ما شافهاش بقاله كتير علشان يمشي وهو مرتاح. إحنا بنتفاوض معاكي بقالنا شهر وإنتي لسه ما قلتيش للولد، إنتي أمه محدش يقدر يقوله غيرك. قمت من على الكرسي مفزوع مش عارف اللي سمعته ده إيه. جريت على الصالة علشان أشوف في حد ولا لأ، وطبعا ما لقيتش حد خالص، بس قلبي كان بيدق جامد. الأصوات دي كانت لأمي وعمي وصوت غريب أنا معرفوش. خمنت انه جدي اللي اتولدت بعد ما مات.
رجعت جاري على أوضة أبوي علشان أطمن عليه، لقيته مغير وضعية نومه على السرير 180 درجة، وده معناه أنه قام وقعد ورجع نام تاني. طب إمتى؟ وإزاي وهو ما بيقدرش يتحرك؟ ما قدرتش من الفضول والقلق صحيته وسألته إزاي عمل كده. قال لي إن أمي هي اللي قومته وقعدت معاه شوية وبعدين نيمته تاني. كنت هتجن، والدي حرفيا غير قادر على الحركة ومعرفش اللي كان بيقوله ده صح ولا لأ، بس عيني شايفة إنه مش نفس النومة اللي سبته عليها. طب أنا شخصيا نمت قد إيه؟ دول هما ثواني اللي غفلتهم. طب واللي سمعته وأنا نايم؟ أمي وعمي وجدي هنا علشان والدي؟ معقول؟ وفجأة افتكرت الابتسامة اللي ابتسمها لما عرضته في سفره البورسعيد. كان عارف إنها آخر سفرية، كان بيتصور وهو مبسوط وفرحان وطاير علشان دي تبقى آخر صور ياخدها ويسيبها لنا ذكرى. يعني كان عارف إنه هيموت، وكان عارف إن مجلس الأموات بقاله شهر بيتفوض علشان يبلغني بده. مستحيل مستحيل أبويا يموت ويسيبني، ده أنا ما صدقت. وفضلت بعد كده أراقب والدي ليل نهار وأضغط عليه بكل الطرق علشان ياخد الأكل والعلاج، لحد ما فجأة رفض الأكل والأدوية وبقى ساكت وسرحان وعينيه دايما بتبص على حاجة أنا مش شايفها. حتى لما كنت بحاول أتكلم معاه أو أشغله وما كنتش بنجح، شروده المرة دي كان أقوى، وحسيت زي ما يكون ده الشرود الأخير. وفي يوم اتكلم والدي فجأة وأنا قاعد مهموم جنبه وطلب مني أني أنام النهاردة في أوضتي. فرحت طبعا أنه اتكلم بعد فترة طويلة كان ساكت فيها، وقلت له مش هسيبك طبعا، ده أنا ما صدقت أنك نطقت. رد بنفس الأمر مع نبرة تشديد مخالفة تماما لحالته الصحية الضعيفة دي. كنت مستغرب قوي من الأمر ده بس نفذته حبا فيه. طبعا ما نمتش إلا بعد عذاب، وفجأة لقيت نفسي بقوم من على السرير واطلع الصالة، وبصيت على أوضة والدي لقيت سريره فاضي. كل رعب الدنيا ملاني، جريت على الأوضة ونورت النور لقيت أمي قاعدة على طرف سريرها بشحمها ولحمها. سألتها بكل رعب الدنيا، قلت لها فين بابا يا ماما؟ ردت بهدوء وقالت لي في المستشفى. قلت لها بقلق، هو دخل المستشفى تاني؟ قالت لي آه، ودي آخر مرة. فرحت وقلت لها الحمد لله، ربنا يرد لينا بالسلامة. فقالت بتأني ربنا يرد ليا بالسلامة. بصيت لها وفهمت اللي تقصده في ثانية، صرخت وقلت مستحيل، لكن الكلمة ما طلعتش على لساني. فضلت أصرخ من جوايا وزي ما تكون أمي سمعتني، قالت لي أبوك كانت دعوته إنه ما يجيش أجله إلا وهو راضي عنك، كان بيموت من القلق والخوف عليك إنه أجله يجي وهو زعلان منك، ودلوقتي خلاص هو راضي عنك جدا الحمد لله. لازم يروح، أبوك تعبان، المستشفى أحسن له من هنا. وفجأة قمت من نومي مفزوعة وجريت على أوضة والدي، لقيته نايم ومفتح عينيه، وأول ما شافني وجه لي عينيه لأول مرة من مدة وقال لي مش خلاص، أنا عايز أروح بقى. ورجع بعدها لحالة شرود وبص لنفس المكان اللي هو بس اللي شايفه. رجعت أوضتي وبكيت، بكيت كتير قوي، كان لازم أقبل بنتيجة مفاوضات مجلس الأموات، والدي لازم يروح المستشفى لأنه هيخرج من هناك. نمته في البيت هنا وإصراري على احتفاظي بيه مهما كانت حالته معذباه. من أول دخوله للمستشفى أول مرة قال لي أنا عايز أروح، زي ما يكون عارف كل حاجة ومتقبلها بنفس راضية. كلمت أخويا وطلبت منه يطلب الإسعاف علشان تنقل بابا المستشفى. قعد هناك أسبوع لكن ما زرتوش فيهم ولا يوم. مستحيل أشوف أبويا دقيقة واحدة وهو متحوط بالأسلاك والأجهزة. وبعد أسبوع في المستشفى توفى. اطمنت وزعلت في نفس الوقت، اطمنت أنه روح وزعلت أنه سابني. وتاني يوم وفاته شفت في الحلم مجلس الأموات، لكنهم زايدين واحد، أغلى واحد. بصوا انا مش عارفة ابدا حكايتي ازاي ومنين بالظبط، بصراحه ما كانش في بالي ابدا اني ممكن اتكلم واحكي الحاجه اللي انا عشت كتير قوي من حياتي بحاول ان انا اخبيها،
الواحد ساعات من كتر ما هو خايف يقول او الناس تعرف عنه حاجة معينة كده بتلاقيه عايش متوتر وقلقان، مع ان عادي محدش سأله. ساعات كنت بحس اني لازم ابطل اخبي وعادي احكي واتكلم، يمكن الفضفضة دي تشيل الحمل من عليا وتخليني ارتاح. لكن كنت برجع في كلامي او ارجع اقرر من تاني اني مش هقول لحد اي حاجة، وان السر ده لازم يفضل سر خاص بيا طول عمري. ولو سألتوني ليه هقولكم ممكن محدش يقدر، ممكن محدش يفهم او يستوعب، ممكن اللي قدامي يفتكرني مجنونة او بستهبل وبكذب، او ممكن اللي حواليا يخافوا يتعاملوا معايا. معلش اصلا حكايتي فعلا غريبة شويتين للأسف، بس انا على فكرة في الاخر وصلت لحل لطيف جدا جدا. انا هسجل حكايتي وهحكيها بدون ما اقول اسمي او اي تفاصيل شخصية عني علشان ابقى مرتاحة اكتر. التسجيل ده هبقى ابعته لقناة ما بتذيع قصص الرعب، انا عارفة انهم اكيد هيذيعوا قصتي لانها غريبة شويتين. كده ابقى انا فضفضت واتكلمت وخرجت اللي جوايا والحمل خف من عليا، وكمان ضمنت ان محدش عرفني. انا لو كنت حكيت لناس مقربة جدا مني اكيد كان هيفرق معايا جدا، اكيد كان هيفرق معايا انهم يصدقوني. كنت هزعل لو كانوا حسسوني اني ببالغ او بكذب او حتى مجنونة. لكن دلوقتي وبما اني بحكي حكاية كل اللي هيسمعها لا انا اعرفه ولا هو يعرفني، فخلاص مش فارقة. انا بفضفض وانتوا بتسمعوا وبتتسلوا، صدقتوا كلامي تمام، ما صدقتهوش فمش هيفرق برضو في حاجة. بس اللي لازم تصدقوه بجد ان كده كده في حوالينا حاجات غريبة ومريبة، ومش شرط ابدا عقلك يكون مقتنع بيها علشان تحس انها حقيقية وتستوعبها وتصدقها. كفاية كلام لغاية كده، انا عارف ان انا طولت عليكم جدا، ومعلش اعذروني، انا اكيد متوترة ومتلخبطة جدا من اللي انا بقوله ده واللي لسه كمان هقوله. انا جدي كان رسام كبير وعنده الجاليري بتاعه اللي بيعرض فيه كل لوحاته، وكمان كان بيعمل معارض كل فترة بالرسومات واللوحات اللي كان بيرسمها. كان معروف جدا وكان فيه فنانين كتير بيحبوا يحضروا المعارض بتاعته ويشتروا كمان من لوحاته. تقريبا ما كانش فيه بيت من بيوت الناس الارستقراطية او بيت من بيوت الطبقة الغنية دي غير وعندهم لوحة او اتنين من لوحات جدي. الناس زمان كانوا بيقيسوا مدى تطورهم وذوقهم وشياكتهم بمدى التحف واللوحات اللي عندهم، علشان كده كان عادي جدا انهم يشتروا لوحة او اتنين بسعر غالي جدا طالما ده هيخليهم ارقى واشيك واحسن في عيون الناس. مبدأ غريب وتفكير اغرب، بس مش مشكلة. المهم في الاخر ان جدي كان معروف جدا بلوحاته في مصر، وواحدة واحدة بدأ يتعرف كمان برا مصر، وبدأت الناس اللي بيتعاملوا معاه وبيحضروا المعارض بتاعته ويشتروا لوحاته ويبقوا اكتر واكتر. ومن هنا بدأت تتحول الهواية لشغل الزامي، مهنة، ودي كانت اصعب واسخف حاجة على جدي. بدأ بعض الملوك او الامراء يطلبوا من جدي رسومات معينة وفي توقيت زمني معين. صحيح كان بينفذ اللي مطلوب منه، ولكنه ما كانش بيبقى مبسوط او مرتاح، كان دايما بيقول ان صاحب الهواية مجرد طير بيطير بحرية، محدش بيفرض عليه قيود او توقيت. كانت جدي شهرته بتزيد كل يوم اكتر من اليوم اللي قبله، برغم انه كان بدأ يكبر في السن. بدأ جدي يعلم والدتي بعض التفاصيل اللي بتميز لوحاته عن غيره. والدتي كانت بتحب الرسم زي جدي، وكانت بتتعلم وبتحاول تنمي مهاراتها هي كمان، زائد انها قررت انها ما تبقاش مجرد مهارة او هواية وبس، لا دي قررت ان ده يكون كمان مجال دراستها وشغلها. جدي ساعدها كتير جدا، وكان شايف انها هتكون امتداد ليه هو، وان دراستها للرسم هتخليها افضل واحسن منه كمان. وبدأ يعرض لوحات امي مع لوحاته في المعرض بتاعه، وكمان كان بيبيع لوحاتها في الجاليري، وكان بيشوف اقبال الناس على شغلها. بدأ يعلمها سر الشغلانة وتفاصيل كتير جدا محدش يعرفها غيره. أمي كانت مهووسة بالرسم، حياتها كلها كانت شغل ودراسة من وهي صغيرة، وحتى في الجامعة وحتى بعد ما اتخرجت عملت دراسات عليا وعملت شغل ودراسات كتيرة جدا برا مصر، وكمان طورت من نفسها وكانت بتشتري لوحات كتير لرسامين عظماء زي دافنشي مثلا، كانت تجيبها وتقعد تدرسها وتحللها وتعيد رسمها أكتر من مرة. كانت فعلا مهووسة بالرسم، وكلمة مهووسة دي قليلة جدا عليها. الهوس ده كان عاجب جدي جدا وكان بيدعمها، حتى بعد ما اتجوزت وخلفتني فضلت كده، وفضل جدي يشجعها اكتر واكتر ويفتخر بيها ويعلمها وساعات يتعلم منها كمان. جدي كان خلاص بطل يرسم، ايديه الاتنين كانت بدأت تتهز او زي ما بيقولوا كده تترعش، وما كانش بيبقى قادر انه يمسك فرشة او قلم ويقعد يرسم. كمان نظره بقى ضعيف جدا من كتر ما كان بيهلك عينيه في التدقيق في اللوحات بتاعته.
كبر وما بقاش قادر يرسم تاني. الليلة بقى ان انا طلعت بكره الرسم، غريبة مش كده؟ انا ما كنتش بحب الرسم ولا بحب اللوحات ولا بحب احضر المعارض بتاعت امي اللي بقت تعملها كل شوية، ما كنتش حابة الموضوع ده. الرسم كان واخدها مني طول الوقت، ما كنتش بحبه ولا حب ان حد يقولي مثلا اني هبقى زي ماما واطلع ارسم زيها. كنت بتضايق انها بتهتم وبتحب حاجة اكتر مني. الكلام ده مش وانا طفلة بس على فكرة، حتى لما كبرت كان عندي نفس الاحساس، وشعوري بالكراهية تجاه الرسم كان بيزيد اكتر واكتر. هي كانت فاكرة ان انا هطلع زيها، كانت متخيلة اني هطلع مجنونة اكتر منها بالحاجة اللي هي بتحبها. طب هي بالصدفة هواياتها اتصادفت انها تبقى شبه جدي، انا ذنبي ايه؟ ليه اطلع انا نسخة مكررة؟ طبعا انتوا اكيد شايفين ان الموضوع تافه وسخيف وملهوش لازمة، او اكيد ما كانش مؤثر بالشكل الكبير اللي يخليني متضايقة قوي كده، مش كده؟ معذورين، انا شغل امي بالنسبة لي كان شبح وكابوس. بابا كان بيدعمني، معرفش هل هو كان مبسوط ان انا ما بحبش الرسم بالعند في امي، ولا كان بيدعمني علشان خاطري انا فعلا. بس حتى لو هو بيعاند معاها مش فارقة، هي اللي وصلتنا لكده من كتر ما كانت نسيانة وما بنشوفهاش ومشغولة عننا دايما. انا فاكرة اليوم اللي لما قررت اني انضم لفرقة الموسيقى اللي في المدرسة، وبقى النشاط بتاعي هو الموسيقى يعني، كان كارثة بالنسبة لها. يوم مليان خناق وزعيق، واللي زاد وغطى انها حبستني في اوضتي يومين علشان اغير قراري، لولا ان بابا وقف في صفي ضدها وعمل مشكلة كبيرة معاها. والمشكلة تعدت حدود اني طفلة او بني ادمة بشكل عام ومن حقي اختار اللي بحبه، واتخانقوا كتير جدا بسبب مشاكلهم لدرجة الطلاق. تقريبا كانوا مستنين سبب تافه زي موضوعي ده علشان يتطلقوا. المهم ان امي كانت مستنية اني ابقى في النشاط اللي يخص الرسم، رغم انها عارفة كرهي الشديد للرسم اصلا. انا طول عمري اسمع عن الاهل اللي معرفوش يحققوا حلم معين نفسهم فيه، فبيضغطوا على اولادهم علشان يحققوا لهم الحلم ده. يعني تلاقي الاب مثلا كان نفسه انه يطلع ظابط ومعرفش، فيبقى مصمم ان ابنه يبقى ظابط غصب عنه. او الام اللي كان نفسها تطلع دكتورة ومعرفتش، فتقرروا بالاكراه ان ولادها يطلعوا دكاترة. انما انا امي حققت اللي هي عايزاه وزيادة، ايه الهدف انها تمحي حلمي انا او تتحكم في اللي بحبه وتخليه على مزاجها؟ طول عمري انا ما كنتش فاهم السبب، ولكن لما كبرت فهمت، كانت هي دي اساس الحكاية كلها. اعتقد كفاية مقاسي لحد كده، انا كل اللي فات ده ما كانش مشكلتي الحقيقية بالمقارنة مع اللي عرفته واكتشفته بعد كده. اللي عرفته حول حياتي لجحيم، جحيم حقيقي. لما كبرت شوية كانت المسافة بيني وبين أمي بتكبر، وممكن نقعد كتير جدا ما نتقابلش ولا نسأل على بعض، وخصوصا أني بعد الطلاق عشت مع والدي. في يوم قررت أن أنا أفتح الويب سايت بتاع أمي واتفرج على شغلها، قلت لما أشوف بقى رسوماتها العظيمة اللي كانت أهم مني ومن بيتها ومن جوزها دي واتفرج. بس اللي لقيته خوفني، أنا عمري ما اتفرجت على لوحاتها علشان تثبت في راسي شكل لوحة منهم مثلا، ده عمره ما حصل. لكن أنا شفت لوحات بتوصف أحلام أنا حلمت بيها قبل كده. عارف لما حلم يعلق في دماغك وتلاقي صورة بتوصفه بالظبط؟ يعني مثلا أنا في مرة حلمت إن أنا في مكان ضلمة وحواليا شجر شكله غريب. المكان كان مخيف وكنت زي اللي تايهة جواه ومش عارفة أنا فين ولا بعمل إيه. كنت شايفة نفسي وأنا متوترة ومرعوبة، وفجأة في الحلم شفت كائن أسود كده طويل وعريض، شكله كان مرعب، حاجة كده عمري ما شفت زيها في حياتي ولا حتى في أفلام الرعب اللي أنا ممكن أتفرج عليها. كائن عجيب كده كان مستنيني في آخر الطريق، وكنت حاسة إن أنا في أي لحظة ممكن يهجم عليا ويموتني. أنا عمري ما أقدر أنسى الحلم ده، عمري ما أقدر أنساه، لأن أنا نادرا لما بحلم بحلم مرعب. أنا نادرا ما بحلم أصلا لما بنام. أنا شفت قصادي في الموقع بتاع أمي لوحة مرسوم فيها بنت خايفة، وفي كائن أسود مستنيها في آخر الطريق، وحواليها شجر مخيف كأنها في غابة مهجورة ومحدش دخلها قبل كده، والمكان شكله كئيب ومرعب. يمكن أول ما شفتها كده اتخضيت، بس عادي، الحلم بالنسبة للناس اللي بتحلم ممكن تكون شافت حاجة شبه كده كتير، أكيد مش هيبقى حلمي ده مميز أو مختلف. يعني أعتقد إنه حلم بدائي جدا، مكان مخيف وكائن مخيف وانت خايف، عادي يعني. وكمان ممكن يجي في دماغ أي حد نفس الفكرة إنه يجسدها في لوحة أو يرسمها، مش حوار. أنا خدت الموضوع ساعتها بشكل عادي، وحاولت أقنع نفسي إنه عادي، حاولت،
بس ما اكدبش عليكم، في حاجة جوايا كده كانت بتقولي ان الموضوع ده مش طبيعي، لان الصورة وصفت نفس شكل الكائن المرعب ده بالظبط، وكمان كانت نفس الغابة بتفاصيلها والشجر المخيف هو ده، حتى شكل البنت اللي كانت رسمها شبهي، نفس لون شعري نفس لون عيني. ايه ده؟ ده حتى نفس الشامة اللي على جبيني. كل ده عادي مش كده؟ تمام، انا حاولت اسكت الصوت اللي جوايا ده وبقيت اقنع نفسي انه فعلا عادي وممكن يحصل، بس كان في حاجة جوايا خايفة او حاسة ان في حاجة غلط ورافضة تقتنع بالموضوع. عدى على الحدث ده شهر، في خلال الشهر ده انا ما دخلتش اشوف اي لوحات تانية لماما، وقلت ملوش لزوم يعني اني اخوف نفسي بزيادة، بس رجعت احلم بكابوس تاني من جديد. حلمت ان انا وقعت من عمارة عالية جدا والناس اتلمت حواليا، كنت شايفة نفسي وانا ميتة ودمي كان في كل مكان وفي عربية اسعاف موجودة، ولما شالوني ودخلت جوه عربية الاسعاف كان جنبي كائن اسود مرعب. انا كنت حاسة بخوف وقمت مفزوعة من المشهد كله، الحلم كان مرعب وسخيف لدرجة اني ما بقتش قادرة اتحرك من سريري لما صحيت. اليوم ده كنت متعصبة جدا ومتوترة جدا وما كانش يوم لطيف بالنسبة لي، موضوع الكوابيس بالنسبة لي فعلا ما كنتش بقدر اتحمله. ليه بقى بقول ما كنتش؟ لان ايامي بعد الحدث ده بقت كلها كوابيس سواء صحية او نايمة. المهم خلونا نمشي بترتيب الاحداث احسن. في اليوم ده كان في حاجة جوايا بتقولي اني لازم افتح الويب سايت بتاع امي علشان اشوف اللوحات المعروضة فيه. عارف انت لما يبقى في جواك صوت قوي كده انت عمال بتسمعه وتتجاهله فتسمعه اكتر واكتر، هو ده اللي كنت حساه. فتحت الويب سايت وكنت من جوايا مرعوبة، بس للأسف فتحت الويب سايت ولقيت اللي كنت خايفة ألاقيه، لوحة جديدة لسه نازلة مبارح، لوحة مرسوم فيها بنت واقعة على الأرض وحواليها ناس كتير ودمها حواليها وجنبها عمارة كبيرة وفي ناس بيشاوروا عليها وعربية إسعاف وكائن اسود غريب ومخيف واقف بعيد. الحلم مرسوم بالملي، كأنها هي اللي شافت الحلم وقامت رسمته مش انا اللي حلمت بيه. في حاجة مش مفهومة. بدأت اخاف واتوتر بس مرضيتش احكي لبابا اي حاجة. على فكرة انا نسيت اقول لكم حاجة مهمة، انا والدتي ورسوماتها ولوحاتها مش مرعبين، لوحاتها والوانها دايما يخلوك منبهر ومبسوط. اللوحتين اللي فيهم الحلمين اللي حلمتهم دول يعتبروا من اللوحات الغريبة واللي مش بعادة أمي إنها ترسم زيهم. كان لازم أكلمها، كان لازم أسألها. كلمتها وكان بقالنا كتير قوي ما تكلمناش. ألو؟ أيوة ماما، عاملة إيه؟ ياه أنت لسه فاكراني؟ طب والله كويس إنك افتكرتيني. يو يا ماما، هو الموشح ده بيشتغل كل مرة أكلمك فيها؟ في ايه مش فهماكي بجد؟ انت كمان معترض على كلامي وعتابي؟ كلمتك مليون مرة وما بترديش عليا ومطنشاني ولا كأني امك. عايزاني اقولك ايه يا بنتي؟ حرام عليكي، انا محتاجاكي وحشتيني ونفسي اشوفك. هو انت يا بنتي ما عندكيش دم؟ ولا ابوكي بقى هو اللي مقوي قلبك عليا وبيخليكي تعملي معايا كده؟ ايوه هو ده بالظبط، هو ده اللي بيخليني مش عايز اكلمك. كل مكالمة لوم وعتاب وتأنيب، كل مكالمة تحسسيني انك انت اللي بتجري ورايا، وإني حرام أنا البنت الجحدة العاقة اللي سايبة أمها. بس مش هي دي الحقيقة، الحقيقة إن أنتي اللي سبتيني ورمتيني واستغنيتي عني، وإن أنا بقى لي حياتي وتعودت على عدم وجودك، وأنتي كده كده ما كنتيش معتبرة إني موجودة. ما تقعديش بقى تلومي وتعاتبي الله يخليكي. ويا ستي أنا وبابا ما بنتكلمش عنك ولا بيقوي قلبي ولا الكلام الفارغ ده، ممكن نهدى بقى؟ طب ها شفتي اللوحة؟ لوحة؟ لوحة إيه؟ انت بتكلمين انا؟ بكلمك انت. شفتي اخر لوحة رسمتها؟ بس انت عارفة اني مش بشوف شغلك ومش مهتمة بالرسم عموما، بتسأليني ليه على اخر لوحة يعني؟ مش فاهمة. الله، ومالك متوترة قوي كده ليه؟ خلاص يا ستي ابي شوفي اخر لوحة وقوليلي رأيك. هو ايه اللي بيحصل بالظبط؟ انت شفتي فين المنظر اللي رسمتيه في اللوحة ده؟ الله، ما انت شفتيها اهو. امال ليه بقى بتقولي انك مش مهتمة بالرسم واللوحات؟ يوه انا بسألك سؤال، ايه حكاية اللوحة دي بالذات؟ انتي حلمتي بنفس المشهد مش كده؟ انتي بتقولي ايه؟ انتي عرفتي منين؟ تجيبي نفسك وتيجي الجاليري عندي وانا هفهمك الحكاية كلها. ركبت عربيتي وتحركت لغاية الجاليري عندها،
كنت بقدم رجل وأخر رجل علشان أدخل عندها. المشوار كله أخد ساعة، لكني قعدت في العربية ساعة كاملة مترددة أدخل وأشوف أمي وأفهم منها الحكاية. كنت خايفة، مش عارفة ليه ومن إيه، بس كان في حاجة جوايا مخلياني خايفة. جمدت قلبي وقررت إني أدخل أشوف إيه الحكاية بالظبط وأفهم منها. إيه كل التأخير ده؟ كنت مترددة تدخلي ليه؟ وانت عرفتي منين اني كنت مترددة ادخل؟ انا بقيت مستغرباكي ومش فهماكي ومش فهمة ايه اللي بيحصل. متأخر قوي، متأخر جدا. كل حاجة كان ممكن تعرفيها من بدري، بس انت اللي كنت بعيدة عني الفترة دي كلها. ماما ممكن من غير الغاز علشان انا زهقت. اتفضلي فهميني الحكاية. للكوابيس اللي بشوفها بلاقيكي رسمها بالتفصيل. مين فينا بيشوفها الاول وازاي احنا الاتنين نشوفها مع بعض؟ بصي، محدش فينا بيشوفها قبل التاني، احنا الاتنين بنشوفهم في نفس التوقيت وبنفس التفاصيل. الفرق ان انت بتبقي نايمة وانا ببقى صحية. مش فاهمة اي حاجة، ايه الكلام الغريب اللي بتقوليه ده؟ انا فاهمك، قومي وتعالي ورايا. ما كنتش فاهمة حاجة، تصرفاتها مقلقة ومريبة، بس قررت اني افضل وراها للاخر لان مفيش في ايدي حاجة اعملها. مشيت وراها لغاية ما دخلتني مكتبها، بس في حيطة من الحيطان ضغطت عليها بقوة واتفتحت. عارفين انتوا الافلام اللي بنشوفها فيها مخبأ سري او ممر سري؟ اهو كان حاجة شبه كده. ورا الحيطة دي كان في ممر يدخلنا على اوضة تانية، اوضة تدخلها قلبك يتقبض، اوضة ضلمة ريحتها عفن وعطن، كأن فيها حاجة مدفونة. اوضة مكتومة كأنها قبر، ما فيهاش أي مصدر إضاءة أو أي مصدر للأكسجين. إيه المكان ده؟ أنت واخداني على فين؟ هنا المكان اللي بدأت منه الحكاية. اللي هحكيهولك ده ما كانش المفروض تعرفيه دلوقتي، بس خلاص مفيش وقت. اللي هقولهولك هنا المفروض إنه ما يخرجش برا الأوضة دي، والمفروض إنك تصدقيني وتستوعبي اللي هقوله وما تقطعينيش ولا تجادليني. الحكاية بدأت من زمان، من أيام جدك الله يرحمه. جدك كان في أي لوحة بيرسمها مهما كانت هي إيه أو بتعبر عن إيه، إلا إنها كان فيها جزء من حقيقة محدش يعرفها غيره. جدك الله يرحمه رسم حوالي 3000 لوحة، كل شغله من أوله لآخره هتلاقيه متصور ومحطوط في الفلاشة دي. كل صورة متصورة في الفلاشة هتلاقيني مرقماها وكتبالك إيه اللي فيها حقيقي. يعني ممكن يبقى لوحة شكلها لطيف عبارة عن غابة شكلها جميل ومبهج، بس بعد 3 سنين من رسمة جدك للوحة دي الغابة دي تتحرق. مش دي المشكلة، الفكرة بس ان محدش كان عارف ان دي غابة موجودة بجد. وبرضو مش دي المشكلة، المشكلة الحقيقية ان جدك كان راسم على جنب من جوانب اللوحة ظل اسود لراجل ضخم بعض الشيء ومولع نار. الغابة اتحرقت بالفعل حريق كبير وبفعل فاعل، بس محدش عارف مين اللي عملها. بلاش دي، هنقول إنها صدفة، بس هتلاقي لوحة تانية مرسوم فيها عبارة كبيرة مليانة ناس شكلهم سعيد جدا والموج من حواليهم شكله لطيف، وهتلاقي إن في فرقة عزف بتعزف والجميع في حالة انسجام رهيب. بس برضو لو دققتي في اللوحة دي هتلاقي حاجتين، هتلاقي إن العبارة دي مكتوب عليها أرقام بخط بسيط. الأرقام دي هي 9 3 90، وهتلاقي ان القبطان اللي بيسوق العبارة دي ملامحه مش واضحة، كأنه ظل اسود كبير، برغم ان كل البشر اللي على العبارة شكلهم واضح الا القبطان الوحيد اللي ملوش ملامح. الفكرة بقى ان جدك رسم الرسمة دي سنة 1985، ولو رجعت حوادث المراكب والسفن والعبارات هتلاقي ان سنة 1990 وتحديدا يوم 9 من شهر مارس شهر 3، هتلاقي إن حصلت حادثة غرق لعبارة كبيرة جدا في دولة من الدول الأجنبية. والمرعب في الموضوع إن العبارة دي تم إثبات إنه تم غرقها بفعل فاعل، وإن اللي كان بيسوق العبارة قصد إنه يدخل في منطقة محظورة في البحر. بس اللي كان بيسوق العبارة ما كانش قبطان السفينة ولا المساعد بتاعه. قبطان العبارة والمساعد بتاعه كانوا مدبوحين وحد خد مكانهم وقاد العبارة بنفسه، ومحدش عارف هو مين بالظبط. لوحة كمان كان رسمها كانت عبارة عن جزيرة بسيطة وبيوت صغيرة وأكواخ. كان شكل اللوحة لطيف جدا ومبهج، بس السماء ما كانتش صافية، يعني تحس إنها ليلة مليانة بالعواصف والمطر. عادي،
لوحة عادية وتفاصيل عادية، بس لو دققتي أكتر هتلاقي إن في خيال لشخص قاعد على البحر، رغم إن مفيش في اللوحة ولا بني آدم مرسوم. اللي مش عادي بقى إن المنظر ده حقيقي، وفي جزيرة بنفس الشكل ده وبنفس البيوت والأكواخ دي، جزيرة محدش يسمع عنها، سمعنا عنها بس لما تقال إن في سفاح دبح أغلب سكان الجزيرة في يوم بالليل والدنيا برد وهادية ومحدش طلع له صوت، دبح أغلب سكان الجزيرة. اللوحة دي جدك رسمها قبل الحادثة دي بتمن سنين. معظم لوحات جدك كانت بالشكل ده، كل لوحة كأنها المشهد الأخير لحاجة معينة قبل ما تحصل الكارثة. أنا معرفش هو كان بيعرف الحوادث دي منين ولا إزاي، معرفش أصلا هو يعرف المناطق والأماكن اللي كان بيرسمهم دول إزاي. أغلب لوحات جدك وراها قصة ووراها كارثة. يمكن اللوحات اللي كانت بتطلب منه مخصوص زي إن حد يقول له يرسم له إيه بالظبط هي اللي ما كانش فيها حاجة أو ما كانش وراها حكاية زي الباقي. الفكرة إن برغم شهرة لوحات جدك وإن ناس كتيرة جدا كانت بتحب تتعمق في تفاصيلها، إلا إن محدش تماما خد باله بين اللوحات ومطابقاتها للحقيقة. أنا كمان ما كانش عمري هيجي في بالي الربط بين اللوحات والحوادث دي، بس اللي خلاني أخد بالي وأدور هو الملفات اللي جدك سابها هنا في الأوضة دي. أنا كنت عارفة الأوضة دي طبعا من زمان، جدك كان لما يحب يعزل نفسه عن الدنيا كلها كان بيجي هنا ويقعد بالأيام علشان يطلع لوحة من لوحاته. الملفات اللي كانت موجودة كانت عبارة عن معلومات كاتبها بخط إيده، كاتب عن أماكن مختلفة وعن حاجات غريبة، يعني تلاقيه كاتب اسم مدرسة معينة وكاتب هي فين بالظبط، تلاقيه كاتب اسم غابة ومكانها فين ومهجورة ولا لأ وبتتميز بإيه، تلاقيه كاتب عن نوع طيارات معين وتم إصداره وصنعه إمتى، حاجات كده أنا ما كنتش فهماها. جدك ما كانش بيحب القراية مثلا أو الاطلاع علشان يجمع المعلومات الغريبة اللي ملهاش أهمية بالنسبة له دي ولا حتى ليها صلة ببعض، لغاية ما فهمت الحكاية. جدك قبل ما كان بيرسم أي لوحة كان بيبقى عارف هو هيرسم إيه بالظبط، وكان بيبقى عارف إن المكان ده هيحصل فيه حاجة. لما بدأت أدور على المعلومات اللي هو كاتبها لقيت إن في عبارة بالمواصفات اللي كاتبها غرقت، ولقيت إن اسم المدرسة اللي هو قايل عليها فعلا تم تدميرها على إيد حد مجهول، ولقيت إن رئيس دولة معينة ما نعرفش عنها حاجة فعلا تم اغتياله. وبما إني حافظة كل شغله ورسوماته فبدأت أربط بين كل اللي كان بيكتبه وبين الحوادث اللي حصلت. في الأول جه في بالي إنه كان بيرسم الأحداث بعد ما كانت بتحصل، بس بعد ما دققت لقيت إن التواريخ اللي على اللوحات اللي هي وقت ما رسم اللوحة كان بيسبق الحوادث دي بسنين، وهنا كانت الصدمة بالنسبة لي. كل لوحة جدك رسمها كان مصورها قبل ما يبيعها، وساعات كان بيرسم منها نسخة تانية. كل اللوحات دي أنا قعدت أفسرها وأشوف علاقتها بالواقع إيه، وأشوف إيه الحادثة اللي مرتبطة باللي مرسوم في اللوحة دي. الكلام ده للأسف أنا اكتشفته بعد ما جدك مات بسنين، وبعد ما كل لوحاته اتحققت حوادث وكوارث بعدها فعلا. كان نفسي يبقى سايب لي معنى للحاجات دي، أو إنه إزاي كان بيبقى عارف إن في حاجة هتحصل، ما هو مش صدفة أن أغلب لوحاته تبقى كده. بس للأسف كأنه كان سر ومات معاه، ومهما دورت وحاولت أعرف أي حاجة فبرضه مش مكتوب أني أفهم. ولكن بعدها بفترة لقيت جواب مكتوب بخط جدك، وكان مخبيه وسط كتب كتير جدا قديمة موجودة في المكتبة اللي كانت في أوضة مكتبه. صحيح هو ما كانش بيحب القراية، بس كلها كتب عن الفن والرسم، وما جاش في بالي أبدا أدور جواها على حاجة. كان بالصدفة البحتة أني احتجت كتاب وفكرت أدور في المكتبة دي عليه، وساعتها لقيت الجواب ده. إزايك يا سلمى؟ أتمنى تكوني بخير. في اليوم اللي هتلاقي فيه الجواب ده هتكوني عرفتي سر لوحاتي. أنا عارف إنك مش فاهمة إزاي ده حصل، أكيد مش فاهمة شمعنى الأماكن دي والأحداث دي بالذات وإزاي أصلا كنت بعرف من قبلها. هتصدقيني لو قلتلك إن أنا كمان معرفش السر ومعرفش ده حصل إزاي؟ عارف إنك هتردي وتقوليلي إزاي ما كنتش تعرف إزاي وإنت كاتب معلومات عن الأماكن وعن الحاجات اللي بترسمها وما بترسمهاش بشكل عشوائي كده وخلاص. معاكي حق، بس أنا هقولك الموضوع بدأ إزاي. أي فنان يا سلمى يا بنتي لازم ينمي مهاراته بإنه يتفرج على صور كتير، لوحات بقى أو صور فوتوغرافية أو مناظر طبيعية حقيقية. إنتي فنانة زيي وعارفة إن التأمل ده مهم جدا للفنان، وأي فنان مهما كانت طبيعة فنه إيه فهو لازم يبقى له وقت يتأمل فيه علشان يعرف يشتغل.
أنا كان تأملاتي عن طريق الصور اللي في المجلات والجرايد، وساعات كنت بسجل فيديوهات لبرامج التلفزيون اللي بتعرض صور للطبيعة والبلاد والمدن والبحار وغيره وغيره. كنت بستمتع وأنا بتفرج على حاجات ما شفتهاش قبل كده، وبيبدأ خيالي يشتغل علشان أقدر أرسمها أو أستوحي حاجة منها. كل ده طبيعي جدا، بس اللي ما كانش طبيعي أني واحدة واحدة بدأت أدقق في الصور اللي بتعجبني وأسرح فيها، ولما نام ألاقي نفسي بحلم حلم غريب. ألاقي نفسي بحلم بكارثة تخص المكان أو الشيء اللي عجبني ده. لما تجاهلت أحلامي مرة بعد مرة لقيت إن اللي كنت بحلم بيه بيتحقق فعلا، يعني المكان أو الشيء اللي تعمقت وتأملت فيه وحلمت إن حصلت فيه حادثة حصلت فعلا وزي ما حلمت. خفت يا سلمى، خفت أتكلم وأقول لحد أي حاجة، ولما لقيتك بتكبري وبتحترفي نفس الهواية وما عندكيش فكرة الأحلام دي حمدت ربنا إنك طبيعية. جايز أنا الفن خلاني مجنون، أو أنا في حاجة مش طبيعية من الأساس، مش عارف والله يا بنتي. المهم إني قررت ما تجاهلش أحلامي تاني، وإني لازم أرسم اللي بحلم بيه مهما حصل. كنت مستني حد ياخد باله، كنت بتمنى حد ينتبه، بس ما حدش انتبه، ولا أنت شخصيا انتبهت يا سلمى. رغم حبك الشديد للوحاتي وتدقيقك فيها، قررت إني أعيش وأموت والسر يموت معايا، وأرمي كل الملفات اللي مكتوبة فيها معلومات عن الأماكن والأشياء اللي كنت برسمهم بعد كده. بس اللي غير رأيي وتفكيري حلم، حلم حلمته من بعدها بطلت أحلم. بنتك هتكمل المسيرة يا سلمى، انتوا الاتنين هتكملوا بعض. بنتك لو كانت بتحب الرسم زينا كانت هتبقى زي وشبهي، بس الحلم بيقول انها هيجي عليها فترة وهتحلم، وفي نفس اللحظة اللي هتحلم فيها انت هترسمي الحلم. هتحسي انك بتشوفي مشهد قصاد عينك، وحاجة جواكي هتحركك علشان ترسميه. أنا شفت في الحلم بنتك نايمة وبتحلم وانتي قاعدة بترسمي. أتمنى أن ده ما يتحققش، بس للأسف أنا أحلامي دايما بتتحقق بشكل سخيف. معرفش الموضوع ده هيستمر مع بنتك لغاية إمتى، ومعرفش من بعدك لما هي هتحلم مين اللي هيرسم. بس اللي أعرفه أنكم في الأول هتخافوا ومش هتبقوا فاهمين تفسير للأحلام دي، أو بمعنى أدق الكوابيس دي، بس واحدة واحدة هتعرفوا تفهموا وهتلاقوها بتتفسر. ما تخافوش، أنا آسف إني ورستكم حاجة مرعبة زي دي، بس والله أنا ما عارف سببها ولا ليا يد فيها. مرة تانية ما تخافوش وسامحوني. أنا حكيت لكم كل حاجة وما أعتقدش إنكم مش متخيلين إيه اللي بيحصل بعد كده. أنا بقيت أحلم وأمي ترسم، والأبشع إن بعد فترة نلاقي اللي أنا حلمته واللي هي رسمته بيحصل في الحقيقة فعلا، وبنعرفه بالصدفة. معرفش إمتى اللعنة دي هتخلص. كل اللي عرفه إني بطلت أشوف لوحات ماما لأنها بتوصف كوابيسي، وأنا بحاول أبذل كل جهدي إني أنساها، إلا كابوس واحد بس مش هقدر أنساه. كنت دايما بسأل نفسي، هي لو ماما ماتت مين هيرسم كوابيسي؟ أو لو أنا اللي مت هي هترسم أحداث وتحصل بعد كده ولا لأ؟ بس لقيت الإجابة في حلمي، الإجابة اللي هي في نفس اللحظة اللي كنت أنا بحلم فيها كانت هي بترسمها. أنا وهي مصايرنا واحدة بنفس الشكل وفي نفس اللحظة. الاسم رامي كامل، السن 38 سنة، التشخيص الطبي صدمة نفسية عنيفة. قفل الدكتور ملف المريض وقال للممرض: مين اللي معاه في الزيارة؟ الممرض قال له: نفس الضيفة اللي بتجيله من ساعة ما دخل هنا. وفي نفس اللحظة في أوضة رامي المحجوز فيها كنزيل بيتعالج، كانت جنب منه الضيفة الوحيدة اللي بدأت معاه رحلة العلاج من أول الأزمة دي ما حصلت. كانت عمالة تكلمه ومستنياه بس يرد عليها، لكن مفيش فايدة. رامي كان من النوابغ اللي برعوا في مجال الجرافيك والمؤثرات البصرية بشكل غير معتاد في العالم العربي، ورغم أنها مش تخصصه الأصلي بحكم أنه لسانس أداب قسم تاريخ، لكن تفوقه في مجال المؤثرات كان واضح جدا، كان واضح كمان لكل اللي اشتغل معاه. شغله مختلف، بيهتم بأدق التفاصيل، كمان كان دارس للفنون الجميلة زي النحت والديكور بشكل حر.
ما خدش فيهم شهادة صحيح، لكن اجتهاده في دراستهم أضاف لشغله في المؤثرات دي أبعاد جمالية شديدة الوضوح لأي حد بيتفرج. كمان بحكم دراسته للتاريخ سواء أثناء الدراسة أو بعد كده بقراءات حرة، كان بيخليه يصنع المؤثرات البصرية التاريخية بشكل يقارب الحقيقة. ومزج رامي كل ده بخياله الواسع وقدر يكون اسم كبير جدا في مجال ما كانش فيه حد محترف عربي حقيقي. رامي في طفولته كان وحيد أبوه وأمه، جاي بعد عذاب وتعب و15 سنة جواز، كانوا بيخافوا عليه جدا، بيخرجوا بيه للضرورة القصوى بس. حتى المراحل المدرسية كلها كانت منزلية والدروس الخصوصية برضه في البيت. والده كان موفر له أغلب الرفاهيات علشان لا يقول عايز أخرج ولا عايز أنزل، ولو حكمت والدته تبقى معاه، وده انطبع على نفسيته وشخصيته. أصبحت متعته المفضلة هي التلفزيون، خصوصا الأفلام اللي كان فيها مؤثرات بصرية خيالية جدا. ويشاء القدير العليم أنه يبقى يتيم في نفس السنة اللي خلص فيها تعليمه الجامعي، وده نتيجة حادثة عربية راح ضحيتها أبوه وأمه. وأصبح مفروض على رامي أنه يخرج للعالم ويحتك بالناس. حاول في وظائف كتير ولكنه فشل في الاحتفاظ بأي وظيفة فترة طويلة، وده نتيجة عدم امتلاكه لأي نوع من مهارات التواصل مع الآخرين بشكل مؤثر. ولولا الفلوس الكتير جدا اللي ورثها عن أبوه وأمه كان زمانه بيعاني في الحياة بشكل لا يتناسب مع خبراته شبه المعدومة. ومع تقدم التكنولوجيا وظهور تخصصات جديدة في سوق العمل، ظهر تخصص المؤثرات البصرية، وأقبل رامي على دراسته بكل نهم. اعتبره عالم بديل يقدر يغرق في تفاصيله، وعمل الدور الأول من الشقة الدورين اللي ورثها من عيلته استوديو، وجهزه بأحدث الأجهزة والبرامج. وفي يوم رن جرس الاستوديو وفتح رامي الباب، وكان قدامه شابة جميلة جدا. استقبلها رامي بكل هدوء ورحب بيها كأي زائر، ودعاها للدخول. قعدت الشابة الجميلة دي قصاد مكتب رامي وقالت: شكلك اتغير خالص يا رامي. رد وقال لها: هو حضرتك تعرفيني من قبل كده؟ قالت له: معقولة معرفتنيش يا رامي؟ أنا ولاء. رد رامي باستغراب وقال لها: ولاء؟ قالت له: أنا افتكرتك هتعرفني من أول ما تشوفني. رد وقال لها: مفيش حاجة بتفضل على حالها، بس إيه اللي فكرك بيا بعد السنين دي؟ وعرفتي طريقي إزاي؟ ردت وقالت له: هو في حد ما يعرفش استوديو رامي كامل؟ ده أنت أشهر من نجوم السيما اللي بتشتغل معاهم. رد ببرود وقال لها: وبعدين؟ قالت له: بقى هي دي يا رامي المقابلة اللي بتقابلني بيها بعد 18 سنة فراق؟ هنا رد رامي بانفعال وقال لها: وهو مين اللي فارق؟ مين اللي هد كل حاجة وسافر؟ انفعلت ولاء أكتر وقالت له: الظروف كانت أقوى مني، وانت كمان ما ساعدتنيش ولا حتى كنت قادر تساعد نفسك، تنكر ده؟ بصلها رامي في صمت وهو بيسترجع ذكريات عمرها 18 سنة. أول يوم في كلية الأداب قسم التاريخ، كان أول مرة يواجه الأشخاص في محيط اجتماعي ودراسي بشكل منتظم. رامي كان ما عندوش أي خبرة حقيقية في التواصل مع الآخرين نتيجة نمط التربية اللي فرضها عليه أبوه وأمه بحكم خوفهم عليه. كان حاسس برهبة شديدة وكان مضغوط طول الوقت. فضل على الحال ده 3 شهور من وقت دخوله للجامعة، لحد ما اتعرف بالصدفة على ولاء في مكتبة الكلية. كانت أول مرة ياخد المبادرة ويتكلم مع حد، شدته ببساطتها ونشأت بينهم قصة حب عظيمة حط فيها رامي كل مشاعره ومخاوفه. كان أول مرة يحب ويشارك خبايا روحه مع إنسان تاني. ونجينا للحق، ولا كانت على قدر المسؤولية في احتواء شخصية معقدة الجوانب زي رامي. كانت عارفة أنه ضحية نمط التربية اللي نشأ عليها، وكانت بتحاول تساعده بلا كلل أو ملل أنه يندمج مع العالم الواقعي اللي البشرية عايشة فيه. وفعلا نجحت في ده نتيجة رغبتها الحقيقية في مساعدته، وكمان حبها الشديد ليه. لكن كانت مشكلة رامي وقتها هي تردده الدائم في اتخاذ موقف أو مبادرة مهما كانت بسيطة، لأنه دايما كان خايف من النتائج. ومع فشلها في أنها تقنع رامي أنه ياخد خطوة جدية في ارتباطهم، وعدم قدرته على تقبل أي حلول أو أنه يحط أي خطوات، زادت بينهم المشاكل في سنة الليسانس، خصوصا مع ظهور عريس مناسب جدا لولاء. جاية ليه ولاء؟ طبعا نتيجة اللي انت عملتيه ان انت اتجوزتي مهندس البترول وخدك معاه على الخليج، مش كده؟ كنت عايزني اعمل ايه؟ كنت عايزني اعمل ايه وانت مش قادر تاخد خطوة في موضوع ارتباطنا؟ خطوة واحدة تبدأ بيها تمردك على نمط السكون وقلة الخبرة اللي اتربيت عليها. لو ما كنتش هتحاول في موضوع زي ده كنت هتحاول في ايه؟
بص لها رامي في سكوت لأنه عارف إنها على حق، بس مخاوفه وقتها كانت أكبر من إن هو يخاطر بمواجهتها في موضوع مصيري زي ده. الإنسان مهما كانت عنده رغبة في التغيير لازم التغيير ده يتم بالتدريج، إلا في أحيان كتير بتبقى النتائج عكسية. الحياة وقتها ولا كانت حاولت بكل الطرق إنها تنبهه إن هما بيضيعوا من بعض، لكن هو كان شايف إنها كانت بتضغط عليه وفضل أسير لمخاوفه لحد ما هي اتجوزت وسافرت. وراجع ليه دلوقتي؟ اللي حصل وقتها أنا لسه بتعالج من أثاره لحد دلوقتي. فقدت أهلي وإنت اتجوزتي واختفيتي، وساعتها بقيت لوحدي وكان لازم أواجه العالم. في نفس اللحظة دي رن جرس الاستوديو وتحرك رامي علشان يفتح الباب، ودخل في المشهد شخص جديد كان مفاجأة كبيرة جدا لولاء. زينة شمس الدين، زميلة الكلية والمنافس القديم لولاء على قلب رامي. اتكلم رامي وقال زينة تبقى مديرة أعمال الاستوديو. وتكلمت زينة علشان تقول عاش من شافك يا ولاء بعد السنين دي كلها، ازيك وازاي جوزك؟ فهمت ولاء غرض زينة بالسؤال الخبيث ده، وسرحت في ثواني لذكريات رحلة جوازها. سفرها مع جوزها كان هدفه البعد عن رامي لأبعد مسافة ممكنة. انغمست في حياتها وشغلها كأم الولدين وكمدرسة لغة عربية على أمل أنها تبدأ حياتها من جديد. ومع تفشي فيروس تسبب في وفاة الملايين على مستوى العالم وكان من ضمنهم جوزها، قررت تصفي كل شيء بره وترجع بأولادها على مصر. وأول حاجة عملتها بعد 24 ساعة من الوصول هو البحث عن رامي. ردت ولاء على زينة وقالت الله يرحمه، يلا عقبال ما نفرح بجوازك انت كمان. بصت لها زينة في غضب، كانت عارفة ان ظهور ولاء المفاجئ هيبقى له تأثير رهيب على رامي. زينة رغم محاولاتها المضنية انها تكسب قلب رامي زمان حتى بعد جواز ولاء في السابق، الا انها كانت دايما بتقف عند نقطة راسخة، حب رامي لولاء. لكن المرة دي ظهور ولاء ممكن يكون في صالحها، لأنه أكيد هتحصل مواجهة بين رامي وولاء وهيتخلص فيها رامي من كل مشاعره السابقة، وبالتالي تقدر تبدأ معاه قصة جديدة. ختمت اللقاء زينة وهي بتقول متأسفة قطعت اللقاء المفاجئ ده، بس احنا عندنا شغل ومرتبطين بميعاد، مدير لشركة إنتاج كبيرة أجنبية جاي يقابلنا بنفسه، يعني مش هنبقى فاضيين خالص بعد كده. بعد لقاء العاصف اللي تم بين الثلاثي ده اتوترت العلاقة بين رامي وزينة. صحيح الشغل ماشي كويس، لكن زينة كانت متأكدة ان رامي ولاء على تواصل، خصوصا مع شرود رامي وعدم تركيزه في الشغل على عكس المعتاد. الأمر اللي عصبها جدا على المستوى الشخصي والمهني، لكنها حاولت تتعامل مع رامي بعقل وهدوء زي العادة. اما رامي فكان متأكد ان زينة ما كانش صعب عليها تلاحظ سرحانه من وقت وصول ولاء. وبعد اسبوع من اللقاء وفي مقابلة شغل مع واحد من المنتجين اللي كانوا في انتظار رامي، رامي قال فجأة ايه ده انا نسيت عينات الشغل في البيت، هنعمل ايه دلوقتي؟ هنا زينة اتدخلت بغضب وقالت تاني يا رامي؟ طيب وبعدين؟ احنا بالشكل ده هنخسر كل اللي بنيناه. انا ما بتكلمش لأي غرض غير المحافظة على شغلك ومستقبلك، هات مفاتيح الاستوديو وانا هروح البيت اجيب العينات. اخدت زينة المفاتيح من رامي ومشيت وسابته غرقان مع نفسه. كان عارف إنها على حق، ظهور ولاء في حياته مرة تانية لخبط كل شيء، وفعلا بدأ يحس إنها بتأثر سلبيا عليه، لأنه رغم كل شيء لسه في جزء من حبه ليها جواه. حتى لما زارته تاني بعد اللقاء الأول العاصف اللي كان ما بينهم وطلبت منه إن هما يفتحوا صفحة جديدة كأصدقاء، وافق مش علشان عايز يعيد اللي فات، لكن علشان يثبت لها إنه قادر على التحكم في تأثيرها عليه، وإن هو ما بقاش رامي بتاع زمان. لكن زينة عندها حق، وواضح جدا انه فشل في التحدي وولاء لسه ليها تأثير عليه، ولو فضل على كده كل اللي عمله هو وزينة في السنين اللي فاتوا هيروح. اما زينة فكانت وسطت الاستوديو فعلا واخدت عينات الشغل، ولما فتحت الباب علشان تنزل لقت في وشها ولاء. اندهشت زينة من المفاجأة وسألت في نفسها عن سبب الزيارة، خصوصا انها كزينة متأكدة ان ولاء عارفة ان رامي مش هنا دلوقتي. وسألت ولاء رامي فين؟ ردت عليها زينة قالت لها بره عنده شغل. أنا عارفة كويس اللعبة اللي أنت بتلعبيها يا ولاء، لكن أنا مش هسمح لك تنفذيها أبدا. ردت عليها ولاء وقالت لها أنت هنا مجرد موظفة، مالكيش الحق تمنعيني من الدخول،
سنان لما يجي الأستاذ رامي صاحب الاستوديو قولي له الأستاذة ولاء جابت لك الهدية دي. وحطت ولاء بعدها شنطة هدية صغيرة على مكتب رامي، وبصت لزينة في سخرية وتحدي ومشيت، وسابتها لغضبها الشديد جدا ده. رجعت زينة لرامي وحكت له وهم راجعين من المقابلة كل اللي حصل بينها وبين ولاء، وكانت متضايقة جدا وحاسة بالإهانة، وكانت بتلمح من وقت للتاني إن هو السبب في كل اللي بيحصل، لأن هو اللي ادى لولاء المساحة دي. رامي كان عارف إنها على حق وصمم بينه وبين نفسه إن هو ينهي الأمر كله مع ولاء، لكن ده هيحصل بعد ما يرجع من سفرية الشغل بتاعته اللي هتستمر من بكرة لمدة أسبوع. وبلغ الأمر ده لزينة على أمل إن هو يمتص غضبها نتيجة الموقف اللي حصل. رامي كان عارف فضل زينة في مواقف كتير مرت عليه زمان ودلوقتي، إنسانة خفيفة ما حاولتش في أي يوم تضغط عليه، حتى لما حبيته هو رفض ما حاولتش تبعد عنه ولا تأذيه بتعطيل الشغل مثلا. صحيح الشغل كان حجة زينة في الأول علشان تقرب منه، بس هي تفوقت على نفسها بعد كده وكانت السبب في شهرته وتسويق أعماله، بجانب أنه شايف أن تصميم زينة على وجودها معاه نقطة قوة ليها مش ضعف، اللي بيحب حد بيحاول يفضل معاه. وفجأة افتكر رامي ولاء واللي عملته من 18 سنة. زينة قالت له شنطة الهدية بتاعتها هناك هي علشان ترجعها لها بنفسك، واوعى تفتحها علشان ما تظنش أنك كنت مهتم تعرف محتواها. رد رامي عليها وقال أنا مسافر وأغيب أسبوع، لكن ممكن أكلمها وأقولها أن مديرة أعمالي ورفيقة الكفاح مستنياها في الاستوديو علشان تدي لها الهدية بتاعتها. بجد يا رامي؟ أيوة بجد يا زينة، أنا مستعد أضحي بأي شيء وكل شيء علشان أحافظ على وجودك جنبي. فرحت زينة جدا من التغيير اللي بدأ في رامي ناحية ولاء وناحيتها، كانت مراهنة على أن المواجهة بينهم هتكون لصالحها هي، لأن رامي هيتخلص من كل مشاعره القديمة تجاه ولاء بالمواجهة دي. لكن ما كانتش متخيلة أنه كمان هيديها الفرصة ترد الولاء الموقف السخيف اللي عملته معاها. وصدقت رامي لما قال لها أنه بعد المكالمة اللي هيكلمها الولاء علشان الهدية هيقطع علاقته معاها تماما، ومش هيرد على أي اتصال أو أي محاولة منها أنها تقرب منه. وسافر رامي تاني يوم وكان على تواصل مع زينة طول الوقت تقريبا، كان عايز يحسسها أنه صادق فعلا في كل اللي قاله، وكانت زينة فعلا حاسة بده. صحيح ما عكرش عليها الأسبوع ده إلا زيارة ولاء ورفضها الشديد إنها تستلم منها الهدية، لكنه كان باين جدا إن ولاء حاسة بالهزيمة، فقررت إنها تستحمل لحد ما يجي رامي ويرجع الهدية لولاء بنفسه. ورجع رامي بعد رحلة ناجحة من كل الجوانب، ناجحة كشغل وناجحة في شخصيته لأنه قدر ما يردش على مكالمات ولاء، وفي نفس الوقت قدر يقرب بشكل أكبر وأعمق من زينة اللي اكتشف في الأسبوع اللي فات ده حاجات كتيرة جدا جميلة وملفتة في شخصيتها. هو أنا أرجع أنت تسافري؟ مش هنتجمع خالص يعني؟ الشغل الشغل والله، ثم ما إحنا ما سبناش بعض خالص وإنت مسافر، ما زهقتش يعني؟ أزهق منك إزاي طيب؟ ثم أنا سفريتي كانت لحد أسوان، إنما أنت مسافرة ألمانيا. المندوب جالنا مصر من 3 أسابيع يوم ما قابلت الهانم هنا عندك، واتفقنا على كل حاجة، المفروض أسافر علشان أشوف طلباتهم. أمري لله، وأنا هكلم ولاء النهاردة تاني وهصمم إنها تيجي تاخد الهدية بتاعتها. طيب انا كده كده رميها لها بشنطتها في المكتب، اوعى تيجي ناحيه الهديه، انا مش عايزاها تحس انك فضولي حتى، الهديه زي ما جت زي ما هترجع، وتكلمني تطمني، ولو دخلت هي او اي شيء من ناحيتها الاستوديو تاني انا هخرج خالص من المشهد. رامي عارف ان زينة بتتكلم جد، وبدون وعي منه قارن بين موقف زينة دلوقتي وموقف ولاء زمان. اترسم قدامه المشهدين زي ما يكونوا على شاشة مقسومة نصين. كان شايف إن زينة معاها حق، لأنها ادته فرص كتير وساعدته وصبرت عليه سنين، فمن حقها لما تحس إن كرامتها مهددة إنها تخرج من المشهد. أما ولاء فما كانش ليها أي حق من وجهة نظره إنها تبعد وتختفي في الظروف زي وفاة أبوه وأمه، وكمان تتجوز بعد فشلها في ضغطها عليه بالارتباط، زي ما تكون بتجرده من أسلحته كلها في وسط معركة مصيرية. طمن رامي زينة أنه هيعمل كل اللي هيخليها في المشهد معاه، وفعلا قرر أنه يحذف ولاء بكل ذكرياتها القديمة والحالية من شريط حياته، وأعلن لنفسه أن زينة هي البطلة الوحيدة لأي حدوتة هتتكتب في دفتر يومياته.
وبعد ما زينة مشيت اتصل رامي بولاء علشان تيجي تاخد الهدية منه زي ما طلبت بنفسها، وراحت ولاء، وهو هو نفس الكلام والمصادمات وتبادل الاتهامات بين الطرفين. بس الملاحظ ان رامي المرة دي مقاومته وهجومه كانوا اقوى من المرات السابقة، وده طبعا تأثير زينة. وفي نهاية المشهد الصدامي ده قربت منه ولاء وقالت له في تحدي: انت لسه بتحبني يا رامي، انا متأكدة من ده، بس انت لسه جبان زي ما انت، مش عايز تعترف لنفسك بالحقيقة، وكنت عايز تهرب من المواجهة معايا وتصدر لي زينة، لكن انا كنت مستحيل اديلك الفرصة اللي تنصرها بيها عليا. رميت هديتي في الارض؟ ماشي، بس انا بقى مش هاخدها، هسيبها لك، ومادام انت قادر خلي الهدية معاك علشان كل ما تبص لها تفتكرني. وخرجت ولاء من الاستوديو. معقولة يكون ده تحليلها؟ إنه بيحبها وعلشان جبان كان عايز يرجع لها الهدية عن طريق زينة؟ الهدية؟ راح رامي وطلعها من الشنطة وبدأ يفتحها. لازم يثبت لنفسه قبل ولاء إن تحليلها مش صح، وإن رغبته حقيقية إنه يحذف كل مشاهدها من السيناريو الخاص بحياته. لكنه كان قدامه عقدة درامية وهي زينة، يعمل معاها إيه؟ وفجأة انتبه إن زينة ما شافتش الهدية، وبالتالي لما يحتفظ بيها علشان يثبت لنفسه قوة موقفه قدام محاولات ولاء، زينة مش هتعرف إن الحاجة دي تخص ولاء لا من قريب ولا من بعيد. اتصل رامي بزينة وهو بيفتح لفة الهدية ويقول لها إن هو خلاص رجع لولاء هديتها وقطع علاقته بيها، وإنها مش هتيجي تاني أبدا وتقتحم حياتهم. ومع نهاية المكالمة السريعة دي كانت إيده بتشيل آخر قطعة من لفة الهدايا علشان يظهر من تحتها مجسم متوسط الحجم لواحد من أشهر الأحصنة على مر التاريخ الإنساني، حصان طروادة. طلع رامي لشقته في الدور الثاني ومعاه هدية ولاء، وكعادة حماس المواجهة اللي بيجي للإنسان قرر رامي إنه يحط الحصان تحت الأباجورة اللي جنب سريره علشان يقدر يشوفها كل يوم ويقيس قدرتها هي وصاحبتها على التأثير عليه. اليوم كان مرهق جدا بالنسبة له، فقرر إنه ياخد دش يهدي أعصابه. وبعد دش دافي دخل رامي على سريره في شوق كبير للراحة، واخد أدويته من المهدئات والمنومات وفتح إضاءة الغرفة في هدوء. كانت غرفة بسيطة من سرير وتلفزيون وبعض اللوحات الفنية على الجدران. سحب رامي الكتاب اللي جنبه وبدأ يقرأ شوية قبل ما ينام، عادة محافظ عليها بقاله سنين. وفجأة فتح رامي عينيه ولقى الكتاب لسه في إيده، وسمع صوت على سلالم الشقة اللي بتربط الدورين ببعض، فقام يتحقق من اللي سمعه. وبمجرد خروجه من الأوضة لقى حاجة غريبة ومخيفة جدا. لقى مجموعة من الفرسان طالعين من الدور الأول راكبين أحصنة، وقدامهم قائد. أول ما لمح رامي قال: اثبت، انت مطلوب من الوالي. بص رامي للفرسان بذهول وكان غير قادر على الكلام، كأنه اتخرس. فشاور قائد المجموعة للفرسان بسيفه ناحية رامي، وبدأت المجموعة كلها تجري ناحيته. وكان المنفذ الوحيد للهروب هو الأوضة الشرقية، وجري ناحيتها رامي، لكنه كان حاسس إن المسافة ليها طويلة جدا عكس المعتاد. وبص وراه وشاف الجنود بتاعت الوالي على أحصنتهم جريين عليه بسرعة. وصل رامي للأوضة الشرقية لما كانش فيها أي منفذ غير البلكونة، وبدون تردد نط رامي من البلكونة. وفجأة فتح رامي عينيه على صوت رنة موبايله، وبصله فجأة بذهول كأنه مش قادر يميز هو في حلم ولا حقيقة. ألو؟ أيوة زينة. لا لا، راحت عليا نومها. لا لا، هقوم وأكلمك على طول. اطمني اطمني، أنا كويس. رامي كان في منتهى الدهشة. صحيح مع ضغط الشغل والأدوية اللي بياخدها كان متعود على أحلام وأحياناً كوابيس زي دي، بس المرة دي حاسس زي ما يكون عقله بيقاوم النوع ده من المشاهد، وفي رسالة بتحاول توصله مش قادر يفهمها. قام من سريره ببطء وبص على هدية ولاء اللي تحت الأباجورة وقال: اليوم الأول ولا حاجة. وبدأ يمارس روتين يومه، وطبعا كان أهمه أنه يكلم زينة ويطمن عليها وعلى الشغل. وبلغته أنها هتبعت مواضيع التصميمات البصرية لطلبها الشركة علشان يعمل عينة منها،
ويبعتها لها. وشغل يومه بالقراية والتلفزيون اللي كان إدمانه من الطفولة، وقرر إنه يتفرج تحت في أوضة الاستوديو بدل ما يطلع فوق، علشان لما زينة تبعت له مواضيع التصميمات يشتغل على طول. وبعد بحث مضني عن فيلم مناسب، لقى فيلم أبيض وأسود وقعد قدامه واندمج معاه كالعادة. انتبه رامي فجأة إن ولاء ما اتصلتش بيه النهاردة كعادتها. صحيح وما بقاش يرد على اتصالاتها، بس هي ما كانتش بتبطل تتصل بيه برضه. دور على موبايله لكنه ما كانش معاه، فقام من مكانه يدور عليه، واعتقد إنه غالبا نسيه فوق. فتح باب الشقة علشان يطلع للدور التاني ويدور، لكنه سمع صوت دوشة كبيرة جدا في الشارع. نزل رامي بدافع الفضول، وأول ما خرج من باب العمارة شاف مظاهرة رجالة وستات بيهتفوا بسقوط المحتل الإنجليزي، والمشهد قدامه أبيض وأسود. وفجأة لمح رامي مجموعة من الضباط الإنجليز على خيولهم بيجروا ناحيته، وكرد فعل طبيعي جري رامي في الشارع اللي فضي فجأة من المظاهرة العارمة، وأصبح هو هدف الجنود الوحيد. البيوت أبوابها مقفولة ومفيش مهرب متاح. فجأة بيتفتح باب بيت وبيشوف رامي ولاء على عتبته وهي بتقول في انفعال: هات إيدك يا رامي. اتفاجئ رامي من ظهور ولاء، ورغم إنها المنقذ الوحيد قرر رامي إنه يكمل هروب من الإنجليز ومن ولاء نفسها. وفجأة لقى نفسه بعد مدة غير معلومة قدام نهر النيل، فنط فيه علشان يهرب. انتبه رامي من غفوته على صوت الموبايل اللي أول ما بص ليه رد على طول وقال: أيوة زينة، ببعت الشغل على الواتساب. طيب هشوفه حالا. لا أنا كويس، أنا كويس. لا أنا وعدتك خلاص، مفيش ولاء خالص. وانتهت المكالمة، لكن ذهول رامي ما انتهاش. معقول ولاء تأثيرها قوي عليه لدرجة إنها تجيله في الأحلام؟ طب هي أحلام ولا هلاوس؟ يمكن دي مقاومة العقل لتأثير ولاء. الحقيقة كان متلخبط جدا، لكنه مع لخبطته دي حس بقيمة زينة لما كانت بتبقى جنبه. أكيد لو كانت هنا ما كانش حس بالفراغ أو الملل اللي خلاه يغفل في نص النهار، وافتكر الرسالة الخاصة بالشغل اللي بعتتها له، فقال لنفسه أخيرا حاجة الواحد ينشغل فيها. وكانت التصميمات المطلوبة خاصة بمدينة بابل القديمة، ورغم تعبه الذهني قرر رامي البدء في العمل فورا. وكعادته قعد رامي حضر للشغل بكل دقة وتفصيل، وبدأ يقرأ ويندمج لأبعد الحدود كالعادة. متسلل في القصر، متسلل في القصر. فجأة اخترقت الصيحة دي ودن رامي وقطعت اندماجه، ورفع رامي عينه من الكتاب ولقى نفسه فجأة في قصر كبير وراه مجموعة من الجنود بتتجه ناحيته بسرعة. بس رامي حواليه علشان يلاقي أي مخرج، ملقاش قدامه إلا شباك صغير، وبدون تردد نط منه. ومجرد نزوله بص حواليه ولقى نفسه واقف على جناين بابل المعلقة، وسمع صوت أحصنة الجنود من وراه. وجري رامي في حدائق بابل وعلى أسوارها وراه الجنود والأسود، وفوق أشهر بوابات الحديقة بوابة عشتار ظهرت ولاء قدام رامي فجأة وهي بتقوله في انفعال: هات إيدك يا رامي. لكن رفض رامي يمد إيده لولاء، ورمى بنفسه من فوق بوابة عشتار عشان يكون أول إنسان من القرن العشرين يرمي بنفسه من الجنة. أنا بلومك لأني حذرتك من المرحلة دي يا أستاذ رامي. استغراقك في العمل بشكل مبالغ فيه ممكن يعمل كده وأكتر. أنا نصحتك كتير إنك تاخد أجازة منتظمة. افتكر رامي جملة الدكتور بعد ما رجع من عنده علشان يفسر له حكاية الأحلام والهلاوس اللي بيشوفها. الدكتور أكيد تحليله سليم، لكن برضه كان لسه حاسس إن المشاهد دي مفروضة على عقله أو بتوصل له رسالة. دخل رامي في سريره بعد 48 ساعة مرهقة ذهنيا، فجأة مسك من جنبه حصان طروادة وقال: مش يمكن أنت السبب في كل ده؟ برضه هقاوم يا ولاء وهنتصر. وقرر رامي إنه ينام الليلة دي بدون مهدئات. وعلى سبيل المقاومة بدأ رامي يفتكر كل الذكريات السيئة اللي كانت ولاء سببها، أملاً في شحن عقله الباطن ضدها. سمع رامي الصوت وهو بيقوم من النوم،
ولقى نفسه مع شخص في بيت من البيوت المصرية القديمة. زعق الشخص بكلام غير مفهوم وخرج من الباب الوحيد في المشهد، فخرج رامي وراه. ومجرد عبوره من الباب لقى نفسه في وسط معركة قوية تحت سفح الأهرامات. كان الجو تراب، وصوت المدافع والرصاص وصهيل الخيول يسد الودان. ورغم وجوده في قلب المعركة ما كانش في رامي أي إصابات، كأنه مجرد ضيف على المشهد. وبعد ما راح التراب من قدامه شاف تشكيلة من جنود الحملة الفرنسية بتتجه ناحيته بقيادة صاحب الريشة الحمراء نابليون بونابرت. وكالعادة جري رامي وسط معركة الأهرامات الشهيرة ومن وراء نابليون وجنوده، وفجأة سمع صوت بيهتف في انفعال: رامي استنى، هات إيدك. وبص وراء رامي وهو بيجري وشاف ولاء على حصان أبيض سابق تشكيلة الجنود الفرنسية وبتحاول توصل له قبلهم. ضعف رامي من سرعته وظهرت قدامه بوابة الهرم الأكبر، وبلا تردد دخل رامي من البوابة ولقى نفسه في مصنع حربي فرعوني. أسلحة كتيرة جدا موجودة كأنهم بيستعدوا لمعركة ضخمة. ولمح رامي الباب الوحيد المتاح وحاول يتسلل علشان يوصل له، لكن لمح واحد من الجنود وقعد يصرخ: عدو عدو. وقبل ما يوصلوا له قدر رامي يخرج بسرعة من الباب على الصحراء وبدأ يجري. ووراه خرج التشكيلة من الجنود على العجلات الحربية الفرعونية بتجرها أحصنة مصرية أصيلة. وسط المطاردة ومع اقتراب الجنود منه ظهر على مدى النظر لرامي كيان كبير غير واضح. اتجه له رامي لأنه الملاذ الوحيد، ومع قربه من الكيان ده ظهرت معالمه بوضوح. كان حصان طروادة، وعلى بابه شاف ولاء وهي بتقول في انفعال: هات إيدك يا رامي. وهنا وفي لحظة مقاومة عقلية صمم إنه يتجه لولاء علشان ينهي المطاردة الروحية والذهنية دي للأبد. قرب رامي من ولاء وأخرت إيده وشدته جوه حصان طروادة، وسمع رامي الباب بيتقفل وراه، وتلفت ولاء نفسه في قلب مستشفى ممرضات ودكاترة وطرقة طويلة. مبروك يا بي، ألف مبروك، العوض جالك وولد الله أكبر. سمع رامي الجملة وتلفت وشاف شخص من ظهره زي ما يكون حاضن شيء بإيديه الاتنين وطاير من الفرحة. قرب رامي من الشخص ده ببطء، وفجأة تلفت كامل والد رامي وقال: شوف ابني جاني بعد تعب 15 سنة. بس رامي على إيد والده ولقى لف الطفل فاضية، فقال له: اللفة فاضية ما فيهاش حاجة. رد عليه كامل بعصبية: انت أعمى؟ مش شايف ابني؟ ابني اللي هيشيل اسمي ومالي. وضم بعدها اللفة بقوة، فحس رامي بألمها في جسمه. وأبوه بيقول: أنا هعتني بيه طول عمري، مش هخليه محتاج حاجة، همنع عنه كل شر وعين، الناس حاسديني على مالي ودلوقتي هيحسدوني على ابني. رامي رد عليه وقال له: انت كده هتطلعه شخص مهزوز منطوي، التربية والحب اللي بالشكل ده يصونوا العيل وأهله معاه، لكن هيقضوا عليه لما يموتوا. رد عليه الأب بعصبية: محدش هيقدر يقرب له، وجودي هيحميه وأنا حي، وثروتي هتحميه وأنا ميت. رد رامي: انت كده بتدمره، الولد ده لازم يتمرد على تربيتك. بس كامل لابنه رامي وقال في غضب مخيف: ما يقدرش. زعق رامي بشجاعة وقال له: يقدر يقدر وهتشوف. رامي رامي افتح يا رامي. فتح رامي عينيه فجأة على صوت خبط على الباب، وقام مفزوع وجري يفتح. انت فين يا رامي؟ ما جيتش تستقبلني ليه؟ ما انت عارف اني جاي النهارده، انا اتصلت كتير ولما ما ردتش جيت على هنا، فتحت الاستوديو تحت ما لقيتكش، فطلعت هنا لما عرفت من الجيران انك ما خرجتش من امبارح، وقعدت اخبط زي المجنونه. مالك يا رامي؟ انا تعبان قوي يا زينه، تعبان ما اعرفش مالي. حصل ايه؟ مالك زي ما تكون زينه. مالك يا زينة؟ سأل رامي زينة اللي بصت لحصان طروادة وقالت له في رعب:
الحصان ده هنا بيعمل ايه؟ المفروض يكون عند ولاء. رامي رد بدهشة، وانت عرفتي ازاي انها هدية ولاء؟ الضيفة اللي تبع أستاذ رامي رجعت يا دكتور ومنتظرة برة، خليها تدخل فورا. دخلت ولاء ضيفة رامي الوحيدة في مكان علاجه وقالت: معلش يا دكتور على التأخير، اضطريت أستأذن وسط اليوم. ولا يهمك، الأستاذ رامي كتب الحاجات دي وقت غياب حضرتك، وأظن ده يفسر كل حاجة. طيب ليه أنا كنت بظهر في أحلامه رغم أننا كنا متباعدين وقتها؟ اقري آخر ورقة من فضلك. الورقة كان مكتوب فيها: ولما سألت زينة ازاي عرفت ان دي هدية ولاء، اعترفت انها بدلت هدية ولاء بحصان طروادة وقت سفري، وانها لجأت لحد يعمل عليه لعنة بالهلوسة تصيب اول شخص يلمسه وتهاجمه وقت تعبه ونومه، وكان المستهدف ولاء مش انا. عرفت ساعتها ليه الشيء المشترك في كل الهلوسات كانت الأحصنة، وساعتها فهمت ان ظهور ولاء كانت اشارة ذهنية بالحل مش بالمشكلة، وسبب الازمة اني كنت شايف ولاء مشكلة مش حل، عكس عقلي ما كان بيحاول يوجهني. وكانت خطة زينة انها تلعن ولاء بالهلوسة علشان تنشغل عني، حتى لو رجعت الولاء الهدية كانت هتبقى بلا لعنة. المبكي ان زينة اعترفت لي ده بدافع الحب. ايه الحب اللي يلعن الانسان بالامتلاك؟ اهلي امتلكوني زمان، وزينة عايزة تمتلكني دلوقتي. ليه؟ هل أنا تحفة تستحق كل المجهود ده علشان حد يمتلكها؟ ردت ولاء وقالت: علشان كده لما قاوم ودخل حصان طروادة اكتشف مشكلته الأساسية. رد عليها الدكتور: بالظبط كده، مشكلة رامي الأساسية هي خوفه من الناس والمواجهة نتيجة نمط التربية الخاطئ، وللأسف بعد اللي حصل المشكلة أصبحت أكبر بكتير، ورحلة علاجه هتبقى أصعب. أنا مستعد أضحي باللي فاضل من عمري جنبه ومش هسيبه. رامي قدر يتخلص من اللعنة لما عرف، لأن ذهنه كان مقاوم قوي للهلوسة بخياله الواسع وعقله اللي مليان تاريخ وحواديت. لو كان عقله فاضي كان صابته أعراض أكبر. العقل الخاوي خطر جدا في حالات الهلوسة. دلوقتي إحنا مشكلتنا في الجانب النفسي، وده أصعب. منها لله، كان نفسي تاخد جزائها. أعتقد هي خدت جزائها بأنها خسرت كل حاجة، وما تنسيش أن عدم التبليغ عنها كان رغبة رامي نفسه. أيوة، لأنه اعتبرها مريضة تستحق الشفقة. كان إنسان رحيم ونقي، ما كانش عايز حد يتعذب العذاب اللي هو فيه، حتى لو الحد ده كان السبب في أذيته. حلفت ولاء بينها وبين نفسها أنها مش هتكرر غلطة الماضي، ومش هتبعد عنه وهتفضل جنبه مهما طال الأمر، لأن حد زي رامي من حقه يعيش حر، لأنه إنسان، والإنسان لو حد حاول يمتلكه بيتحول لتحفة، بس تحفة ملعونة. أنا اسمي أمير، أنا عندي 25 سنة، شغال في مكتب صغير كده بتاع استيراد وتصدير. من دقيقتين بس جالي واحد من طرف أخويا بيقولي إن أبويا تعبان جدا ونقلوه المستشفى، وإن الشخص ده مستنيني أروح معاه علشان نشوف أبويا. طبعا اتفزعت ورحت مطلع التليفون كلمت أخويا، قال لي: أيوة خليك معاه، خليك معاه لحد ما يجيبك هنا المستشفى، أبوك تعبان قوي يا أمير. سبت كل اللي في إيدي ومشيت معاه، خدني في عربية وفضلنا ماشيين لحد ما وقفني قدام مبنى كده قال لي إن هي دي المستشفى. كنت أول مرة أشوف، أنا كده كده أصلا ما بنزلش كتير من البيت فمعرفش الأماكن قوي. نزلت من العربية بسرعة ودخلت المستشفى، لكن الغريب إنها كانت فاضية خالص، ومش من الطبيعي ان المستشفى تبقى فاضيه كده. انا عاده ما بحبش ادخل مستشفيات لان انا عندي فوبيا الدم، وفي اي وقت لو حصل وشفت دم هقع من طولي. ايوه انا صريح معاكم. دخلت وقلت له: هو فين ابويا فين؟ ردوا قال لي: في الدور التالت، اطلع له. وقتها ما كنتش شايف قدامي، طلعت جري على الدور التالت، واول ما وصلت لقيت أخويا واقف على باب أوضة بعيد وبيشاور لي آجي. جريت ورحت له، كان هو دخل الأوضة وقفل الباب معرفش ليه، ففتحت الباب ودخلت. أما دخلت الأوضة ما لقيتش فيها حد،
لا بابا ولا أمجد أخويا ولا أي حد. هو في إيه؟ جيت أخرج من الأوضة من الباب اللي ورايا، حسيت إن أنا دخلت أوضة غلط، لكن لأ هي الأوضة. بس هو ليه باب الأوضة ما بيتفتحش؟ حاولت أفتح الباب مرة واتنين وتلاتة، الأكرة ما بتفتحش، وابتديت أسمع صوت. ما تحاولش يا أمير، ما تحاولش تفتح باب الأوضة، مش هيفتح معاك. أمجد؟ في إيه يا أمجد؟ بابا فين؟ ما تقلقش، أبوك كويس. أنت اللي محتاج تطمن عن نفسك دلوقتي، عشان اللي أنت داخل عليه مش سهل، مش سهل خالص يا أمير. دخل على ايه؟ في ايه يا امجد؟ وانت بتكلمني منين؟ انا بكلمك من حته بعيده شويه، بس لازم تسمعني وتنفذ كل اللي هقوله لك، يا اما اهلك كلهم هيموتوا. اهلك كلهم تحت الميكروسكوب يا امير، امك وابوك، مراتك وعيالك، كله هيموت. قدامك 10 مراحل يا امير، عدتهم كان بها، محدش هيجرى له حاجه. المرحله اللي هتفشل فيها هيموت فيها واحد أو واحدة من أهلك، ولو نجحت في كل المراحل وفشلت في آخر واحدة كله هيموت. أمجد أنت بتقول إيه؟ بتقول إيه أنت؟ إيه الهزار البايخ ده؟ هزار بايخ؟ آه طيب أمير، أنا ما بهزرش، وخلي بالك إحنا مش هنقعد نضيع الوقت في الكلام، قدامنا حاجات كتيرة لازم نعملها. 10 مراحل يا أمير، والعشر مراحل لازم تعديهم، وإلا بقى ودع حد من أهلك. في باب قدامك، ده باب الغرفة والمرحلة رقم 1. اتفضل يا أمير ادخل. بصيت قدامي لقيت في باب فعلا. أنا مش فاهم إيه اللي بيحصل. قربت من الباب، جيت أفتحه لقيته بيتفتح وبيدخلني على أوضة تانية. فتحت الباب ودخلت علشان أحس بقبض. أول ما دخلت الجو في الأوضة دي مختلف، الريحة مختلفة. وإيه ده؟ إيه اللي قدامي ده؟ في نص الأوضة كان في زي سرير معدني كبير، نايم عليه حد ومتغطي لحد وشه، ومن التفاصيل بتاعت الحد المتغطي ده فواضح إنها واحدة. المرحلة الأولى يا أمير، أول اختبار، شيل الملاية من على الجثة اللي قدامك. جثة؟ جثة ايه يا أمجد؟ الجثة اللي قدامك يا أمير، شيل الملاية. بالراحة جدا رحت ناحيتها وشلت الملاية من على وشها. أمجد يبقى أخويا الصغير. أمجد علاقتي معاه كانت كويسة من فترة طويلة، لحد ما حصلت مشكلة كده بسيطة أنا مليش يد فيها. أمجد أخويا كان مرتبط ببنت كده، البنت دي من الآخر كده خانته خيانة بشعة، قعد يتعافى من الموضوع ده، وبعد عذاب قرر إن هو مش هيرتبط بهذا الجنس أبدا خلاص، وقال لي إن هو باب واتقفل، وقعد فترة طويلة على كده رافض موضوع الارتباط ده تماما، ومش عايز يتعرف على أي حد. وأنا ما كنتش بجبر إن هو يتعرف على حد، هو كده كده كان مقفل الموضوع ده. لحد ما أخيرا جت الواحدة اللي هتخرجه من الحالة دي وهتفك العقدة اللي عنده. بس الواحدة دي كان فيها مشكلة واحدة بس، إنها بتحبني أنا، وده ما كانش بإيدي، هو كان مفكر إنها بتحبه هو، لكن الحقيقة إنها كانت بتستخدمه هو علشان توصل لنا. وأنا راجل متجوز وعندي عيال، وفهمته إني أكيد ماليش يد في الموضوع ده. بعد ما عرف إنها بتحبني والكلام ده كان من قريب، البنت دي اختفت من حياته فجأة. فأنا سألته، قلت له هي راحت فين؟ كان يرد ويقول لي خانتني زي اللي قبلها، وما تكلمنيش تاني في موضوع الارتباط ده، أنت سامع؟ قلت له خلاص حاضر، مش هكلمك فيه، بس قول لي خانتك إزاي؟ يرد ويقول لي خانتني زي أي واحدة وسخة خانت حد بيحبها. خانتني؟ أنت ليه مستغرب؟ كنت أسكت خالص وما تكلمش عشان عارف النفسية اللي هو فيها، لكن ما كنتش أتخيل أبدا أنه اللي نايمة قدامي على السرير دي هي البنت دي. بص بقى أمير،
البوس اللي قدامك دي انت اكيد عارفها. مطلوب منك في المرحله دي يا حبيبي ان انت تشرحها. شرح الجثه اللي قدامك يا امير. يا هتشرحها يا اما هقتل ابونا وامنا يا اخويا، هقتل اختنا، هقتل مراتك، هقتل عيالك. انت مستحيل تعمل كده. ازاي هتعمل كده؟ ايه اللي يمنعنا نعمل كده؟ انت اخويا ازاي تعمل فينا كده؟ اخوك؟ انت بتسمي الاسم اللي بيربطنا ببعض خلاص كده بقينا اخوات؟ هو ده الدليل يعني؟ طيب يا سيدي انا بريء منك ومن الاسم ده، حلو كده؟ فضينا الاخوه دي. امجد مين اللي عمل فيها كده؟ انت اللي قتلتها؟ انت اللي عملت فيها كده؟ مش موضوعنا ده يا امير، قتلتها ما قتلتهاش، المهم انك هتشرحها. يا ابني انت اخويا عقل، دي عيلتك اللي انت عايز تقتلهم دول. عيلتي؟ عيلتي عملوا لي ايه يعني؟ كان مين فيهم وقف لي لما هي حبيتك انت؟ ها؟ رد. انا مالي؟ انا مالي هم وقفوا لك ولا لا؟ لا مالك، انت اكيد عملت حاجه تدفعها لده. انت اللي اكيد خليتها تحبك انت، اذا خللت عينيها ولعبت بعقلها بقى، مع انك راجل متجوز وعندك عيال، بس عينك فارغه وطماع. انا عمري ما اخونك يا امجد. وليه يعني يا امير؟ ما انا اتخنت مرتين، ما تخونيش ليه يعني؟ من العشرة المبشرين بالجنه انت مثلا؟ طب انت عايز ايه دلوقتي؟ شرح الجثه. ما مش هقدر اشرح الزفته، مش هقدر. انا ما اعرفش اشرح، انا ما فهمش في التشريح، انا اصلا ما اقدرش اشرح. انا عندي فوبيا، فوبيا الدم، لو شفت نقطة دم واحدة ممكن أدوخ وأفقد توازني في أي وقت. هشرح جثة إزاي؟ معلش هتحاول، وإلا زي ما قلتلك هقتل حد من عيلتك. قربت من السرير اللي كانت نائمة عليه، ما كانش فيه دم، واضح إنها ماتت مخنوقة. كل ما كنت احاول المسها ارجع مش قادر، مش هقدر اعمل ده. انت عايز اعمل ايه؟ طيب ولا حاجه يا عم امير، هتدور على اي حاجه غريبه في الجثه، حاجه غريبه في حته معينه، دور لما تلاقيها هيبقى خلصنا. انا مش هقدر. لا 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 مش هقدر، انت انسان مريض. الله، ما طبعا ما اكيد مريض، والبركة فيك. الحمد لله انت عرفت تخليني مريض بنجاح. وتخيل يا امير انه علاجي انا اني احولك مريض زي كده، هتتبسط والله. كل ده كان بيتم وانا سامع صوته بس مش شايفه، بس هو صوته. انا عارف، انا لو مش عارف صوته متأكد منه كنت قلت ده اي حد تاني، بس ده هو. قربت ناحية الجثة وشديت مشرط من على السرير المعدني ده وبدأت أشرح فيها. ما كنتش قادر، كنت عمال أدوخ وأفقد توازني، وقع على الأرض وهو يقول لي قوم كمل، فأقوم تاني وأكمل. وأنا بشرح وعند منطقة البطن كده، وبعد ما وصلت عند المعدة اللي كان شكلها صعب قوي، لقيت إنه في حاجة بتلمع في وسط المعدة والعصارة بتاعتها. ده خاتم. أيوة يا أمير، ده الخاتم اللي كنت ناوي أديهولها وانزل على ركبي وتقدم لها بطريقة شيك من اللي بنشوفها في الأفلام. كان كل همي أبسطها وأفرحها، وقبل ما أديها الخاتم بنت الكلاب دي فهمت، قالت لي إنها بتحبك أنت. قال لي إيه؟ مش قادرة تشوفني بتقدم لها علشان ما تكسرنيش. قال يعني ما كسرتنيش. يعني ده الخاتم اللي كنت هتدهولها تلبسه؟ أيوة هو ده الخاتم. أعمل فيه إيه ده؟ خليه معاك، حطه في جيبك. يلا أدخل على الأوضة اللي بعدها، الباب اتفتح لك أهو. يلا يلا أدخل. أول ما دخلت الأوضة التانية لقيت لابتوب على ترابيزة كده في النص وشغال عليه فيديو، بس مش فيديو على الجهاز، ده فيديو على اليوتيوب. الفيديو ده يا امير انت بس هتشوفه وهتطلع عليه وتدوس نشر. قربت وفتحت الفيديو،
لأكتشف إن الفيديو ده في أنا مع واحدة أنا معرفهاش نهائيا في وضع مخل. مين دي؟ أنا ما عملتش كده. عارف إنك ما عملتش كده. أمال إيه ده؟ إزاي ده؟ أنت عايز إيه؟ أنا عايزك تنزل الفيديو ده. دخلت بسرعة على القناة اللي هتنزل الفيديو ده. قناة ما عرفهاش وهمية. يا نهار اسود، دي عليها 2 مليون مشترك، دي كارثة. ثانية واحدة بس يا عم أمير، اتقل كده. الاتنين مليون دول مش أي 2 مليون، داخلهم 5 6 كده، أهلنا وحبايبنا وشوية من معارفنا. يلا نزل الفيديو. ازاي انزله؟ ازاي؟ ازاي انت عملت كده؟ ازاي ايه بس يا امير؟ نحن في 2022، انت عايش فين يا حبيبي؟ فايتك كتير والله، ممكن نعمل اي حاجة. خلي بالك، نزل بس الفيديو ده، كل اللي مطلوب منك تدوس نشر بايديك. كان ممكن ادوس انا على فكرة، بس معلش انت محتاج تعمل ده بنفسك يا حبيبي. طب ليه بايدي؟ عشان البصمات. بصمات ايه؟ انت بتقول ايه؟ امير اهدى اهدى، في ايه مالك؟ البصمات اللي بتثبت ان انت اللي نشرت الفيديو بنفسك بايدك. انا ابتديت افكر شوية، قلت له طب ما انا ممكن اقول ان ده حصل تحت تهديد. صح، حقك، وانا برضو ممكن اقتلك اهلك لو قلت حاجة زي دي. شفت سهلة ازاي؟ دوس يا امير، ربنا يهديك. ما كانش قدامي حل تاني، دوست ونشرت الفيديو. اقعد يا امير كده، ارتاح ارتاح يا راجل، ساعة كده نتفرج على ردود الافعال. اقعد ما تكسفنيش بقى. ما عداش دقايق واللي قريته في التعليقات صدمني. كان كومنت من مراتي كاتبة اللي في الفيديو ده جوزي. ازاي امير انا بتصل بيك على التليفون ما بتردش ليه؟ انت فين؟ حرام عليك، انا وثقت فيك وامنتك على نفسي، انت وصلتني دلوقتي اني عايز اموت نفسي، انا ما استاهلش منك كده. وناس دخلت ترد عليها تقول لها ربنا يكون في عونك، ده راجل خاين لازم تطلقي منه، تخلعيه، دي للكلب ما بيتعدلش، هيخونك مرة واتنين لو سمحتيه، اوعي تسامحيه. محدش واحد بيدافع عني وهي بتقول انها هتموت نفسها. امير لو موتت نفسها دي حاجة برا الاتفاق، انا ما قلتلهاش تموت نفسها. عشان تبقى عارف بس. يلا امير قوم ادخل على الاوضة التالتة. يلا يلا. قمت وانا مش قادر اصلب طولي، دخلت الاوضة التالتة علشان قبل ما النور ينور الاقي حاجة في الضلمة بتجري عليا. خفت، النور اشتغل، لقيتها مولي، الكلبة الجولدن بتاعتي. انت جيت هنا ازاي؟ امير انا قلتلك مش هقتل حد من اهلنا، بصراحة هيبقى عيب قوي لو اعتبرت الكلبة دي فرد من العيلة. يعني ايه؟ يعني اختار يا امير. الله، انت بتتعصب عليا ليه؟ اختار، يا تقتل الكلبة دي يا تقتلك امك. امك ولا الكلبة؟ الكلبة ولا امك؟ ها؟ ها؟ فكر شوية، انا سايب لك يا عم 3 دقايق بحالهم تفكر فيهم. انا مش هقدر اعمل ده، مش هقدر، انت بتضغط عليا. طبعا بضغط عليك، امال انا جايبك هنا ليه؟ بص انا منكرش ان الموضوع فيه جانب من المتعة والتسلية، بس انا طبعا جايبك اضغط عليك يا امير. الله، طب انت عايز ايه دلوقتي؟ اقتل الكلبة، هتلاقي الليش بتاعها على الترابيزة اللي على يمينك، اخنقها بالليش، اخنقها في عز ما هي واثقة فيك ومسلمة لك رقبتها، اخنقها، وإياك دمعة من عينيك تنزل، إلا لو دموع الفرحة، ده مقبول ماشي، لكن تعيط، بص هعتبر الاتفاق لاغي. وعايزك أمير وأنت بتخنقها تسمعني ضحكك بصوت عالي، عشان في اللحظة دي أنا هبدأ أصور. تصوير إيه؟ تصوير إيه؟ تصويرك وأنت مستمتع وأنت بتقتل الكلبة. أنا مش قادر أصدق إن أنت عملت ده، أنت أمجد،
يا أمير يا أخويا، في حاجات كتير ما تتصدقش، بس مش ده اللي هيمنع حدوثها يعني. يلا يا أمير اعدمها. طب بص يا أمجد، أنا هقولك حاجة نوصل بيها الحل. أنا قلتلك قبل كده نروح لدكتور، دكتور يساعدك. دكتور يساعدني؟ أنهي دكتور ده اللي هيغير وجهة نظري؟ أنهي دكتور اللي هيشفع لك بعد خيانتك ليا؟ أنت ليه مصر على إني خنتك؟ أنا مش مصر على أي حاجة غير إنك تقتل الكلبة دي. وأحب أقولك إنه فاضل من الثلاث دقايق 50 ثانية بس، قصدي 49 48 47 46. اسكت خلاص، هنفذ خلاص. مولي بتبصلي بعيون كلها حب وشفقة، ونظرة الجوع دي أنا عارفها، هي جعانة مكلتش وعايزة تاكل. شديت الليش من على الترابيزة ولاحظت إنه في سكينة في آخر الترابيزة، مهتمتش وشديت الليش على رقبتها وابتديت أخنقها. كل نفس كانت بتحاول تلفظه كنت بحسه عايز يخرج مني. أنا ما كنتش حاسس بحاجة غير إن أنا اللي بتخنق، لحد ما سكنت تماما. حاولت أفوقها، عايزها تفوق إزاي بعد ما خنقتها إزاي؟ وسمعت صوته. لم نكتفي بعد يا عزيزي، اقطع لي بقى رقبتها دي علشان هنحتاجها في مشوار تاني كده. لا 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 لا، أنا مش هقدر، أنا ممكن أموت فيها. تموت أنت ولا نموت؟ يا أخي بقى، يا أخي اسكت خلاص. يلا أمير اتجاد عن بقى مال، اقطع لنا الرقبة الحلوة دي. ما عنديش حلول تانية، بس مش قادر، والله العظيم ما قادر. لكن اتفتحت شاشة تلفزيون فيها صورة أو فيديو من بعيد لشباك مطبخنا، وباين في الفيديو أمي واقفة بتعمل الأكل، واللي بيصور مصور طرف سلاح ممدود من فوق سطح عمارة ناحية أمي. ماما عاملة لك مفاجأة، صينية بطاطس ريحتها وصلالي لحد هنا والله. نفس أمك في الأكل ما يتنفسش أبدا. شد الأجزاء يا ابني. خلاص خلاص خلاص، حاضر. أنا مش عارف بصراحة يا أمير أنت معقد الموضوع ليه، ما الصعب عدى وقتلتها خلاص، ما تفصل راسها يا أخي يا أخي. معلش اتعب نفسك، يلا يلا بقى، زي ما قلتله شد الأجزاء هقوله يضرب. أنت مستحيل تموت أمك. مش مصدقني؟ جربني، يمكن أطلع أعرف أعمل كده عادي. شديت السكينة من على الترابيزة وبدأت أتبحها. مش قادر، أنا مش بس بتبحها، أنا حاسس أني بتبح نفسي. لحد ما مسكت رأسها وبقيت في إيديا مفصولة عن جسمها. زي ما أنت كده أمير، ادخل الأوضة الرابعة. مش عايز أدخل، مش عايز. معلش، في حاجات كتير أنا كمان ما كنتش عايزها، بس هتتعلم تعملها لما تحس إنه لازم تعملها. دخلت الأوضة الرابعة. أول ما دخلت لقيت شواية كهرباء محطوطة على رخامة كبيرة، وفي تلفزيون أول ما دخلت لقيته اشتغل، وظاهر فيه شيف بيشرح إزاي تسلخ لحمة الدبيحة. يلا يا أمير اسلخ راسها وطلع اللحمة واشوي. أنا عارف إنك جيت لنا هنا من غير فطار، سحبناك على ملا وشك يا عيني. أرجوك ما تعملش كده، أرجوك. أرجوك أنت يا أمير ما تضطرنيش أعمل حاجات أسوأ بكتير من كده. أمير ما تعيطش بقى، مش قادر أسمعك بتعيط. لا 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 لا، عيط والله العظيم، أنا كمان عيط والله. يا أمير إيه ده، تصدقت؟ يلا حبيبي يلا، هتلاقي كل الأدوات اللي أنت محتاجها عندك،
اتفرج وتعلم ونفذ. بعد دقيقة من الانهيار التام والعياط اللي مش قادر أمسك نفسي منه، سلختها زي الفيديو بالظبط وخرجت اللحم من رأسها. اشوي اشوي يا عم أمير يا حلو. الله الله، ريحة تحفة. صحيح في تلاجة جنبك علشان لو عايز أي صوص أو حاجة تحسن الطعم يعني، ولو إني أنا شايف إنها كده لحمتها حلوة من غير أي إضافات. ابتديت أكل وأرجع وأنا مش قادر. إيه أنت هتكمل من غير أكل ولا إيه؟ لا 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 لا، خلي بالك لو ما أكلتش تبقى خسرت، ولو رجعت تبقى خسرت. كمل ولا تخسر؟ إيه رأيك، تخسر ولا هتكمل؟ شكلك باين عليك تخسر. تخسر ولا إيه؟ تخسر؟ أكمل هكمل. وكملت أكل وأنا بجبر نفسي ما رجعش حاجة من اللي أكلتها علشان ما اخسرش. انا لو شفتك ايه هتقتلني؟ دي اقل حاجة هعملها فيك. كمل كمل، بكرة نشوف او ممكن النهاردة نشوف. ادخل على الأوضة الخامسة يا حبيب قلبي. قمت مسحت بقي دخلت الأوضة الخامسة. الأوضة الخامسة فيها سرير جوه قفص ازاز، والقفص الازاز مليان عناكب. أكتر حاجة بخاف منها، أكتر حشرة بكرهها، كانت سبب أذيتي في طفولتي لما كانوا بيخوفوني بيه وبقيت اترعب لو شفت واحد منهم. القفص مليان عناكب. الاختبار يا عم أمير إنك هتدخل تقفل على نفسك يا حبيبي وتنام، والباب ده ما يتفتحش عليك من جوه إلا لما أنا أذن لك، وغالبا كده أنا هبيتك هنا، يعني هتقعد تقريبا 12 ساعة. ما تخافش، العناكب دي مش سامة. مش سامة ايه؟ دي عناكب الواحد فيهم قد كف ايدي، ودول يجي 30-40 عنكبوت. انت بتقول ايه؟ انت قدها. الله، بقولك ايه، ما تغيرش وجهة نظري فيك. انا طول عمري شايفك اخويا الكبير ومثلي الاعلى في ايه، واعتقد دلوقتي انا متأكد ان انت فخور بيا، بس ده من جواك. بس انا عارف انت مش هتقول كده، انت بتكابر يا مكابر يا خال كبير يا اللي بتكابر. انا مستحيل اعمل كده، مستحيل. صح، من حقك انك تعمل اللي انت عايزه، ولو عايز ما تدخلش ما تدخلش كمان. اه والله حقك، وانا كمان من حقي ان يكون ليا رد فعل. فتحت الباب الازاز. اه مش هقدر، لا 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 مش هقدر. قفلته تاني. انت بتقفل الباب؟ اه شكلك عايز تخسر. اقعد ساعة بس. 12 ساعة، ولو الباب ده اتفتح قبلهم مراتك هتموت. حب عمرك. بقولك ايه، خلينا اشجعك شوية. كان في شاشة في الأوضة اتفتحت وباين فيها مراتي وهي قاعدة في البيت متصورة، وهي قاعدة وهو بيكلم واحد وبيقوله: اسمع يا ابني، لو بعد 12 ساعة انا ما اديتكش الامر هتنفذ كده كده، فاهم؟ هتخلص عليها. اه طلع واحدة كفاية. معلش يا امير، احنا اسفين على اللبس البيتي اللي هي لابساه ومعروض قدامك ده. معلش بقى، حزينه والدنيا حر، بس عسل ما شاء الله. يا ابن الكلب يا ابن الكلب. لا لا لا، عيب عيب. الله، عيب. انا اعرف انه اخلاقك مش كده، عيب لمنافسك. دخلت من الباب وقعدت على السرير وانا مرعوب، وعدت ساعه ورا التانيه زي السنين، وأنا خايف ومرعوب وهم عمالين يتحركوا جنبي وحواليا، وأنا مش قادر أبعدهم أو حتى ألمسهم، لحد ما عدوا 11 ساعة. مش قادر. خرجت من الباب لما العناكب ابتدت تقرب مني وتعدي على جسمي. خرجت وأنا منفضهم: ابعدوا عني ابعدوا عني. ببص على الشاشة، مراتي وقعت على الأرض. لا 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 لا. أمير أمير، مالك؟ ليه أنا قعدت 11 ساعة؟ كان الاتفاق 12 ساعة، الأول شرط آخر نور. ملك بنتك. مالها ملك؟ بقت يتيمة هي وعمر، ما
بس اللي انا اعرفه ان ملك ما بتقدرش تستغنى عن امها، فانا مش ناوي اخرها عليها. انا مش انت لسه ما شفتش اي حاجه يا امير، لسه 5 ابواب كمان. ادخل الغرفه رقم 6 يا امير. كلب ادخل الغرفه رقم 6 وبلاش قله ادب، ده انت قدوتي. ليه الالفاظ البذيئه؟ ها ليه؟ دخلت الغرفه رقم 6. لا ما تخافش، الاوضه دي ما فيهاش مشكله اطلاقا، ما فيهاش اختبار، بس ممكن يكون فيها اختبار ثبات انفعال. انا امير لما بعمل حاجه بيكون ليا وجهه نظر، وانا من وجهه نظري ان كل انسان عنده خطيئه يستحق بسببها يموت. فا اخي العزيز، ايه اللي انت شايفه؟ شويه اضاءات ابتدت تنور ورا بعض، وظهر في نص الاوضه الكرسي الليزي بوي الكبير ده، وقدامه شاشه. اقعد استريح، انا عارف انك بتحب الكراسي اللي زي دي، وهتلاقي جنب الكرسي الفشار اللي بالكراميل اللي انت بتحبه. شغلوا الشاشه. واشتغلت الشاشه اللي ابتدى يظهر فيها فيلم اباحي، وفي الفيلم ده ما تهزرش، دي مراتك. شفت بقى انها كانت تستحق تموت؟ اللي انت شايفه ده يا امير اسمه خيانه، خيانه بالمعنى الحرفي للكلمه، ومش اي خيانه. الخيانه دي كان قبلها كلام مع الشخص ده اكيد، الراجل ده اللي مع مراتك ده. انت دققت في ملامحه؟ الراجل ده انا حاسس ان انا عارفه. شهاب زميلك في الشغل اللي انت ما سميتش عليه بعد اول غلطه في الشغل. قال ايه؟ انت راجل قانون بتفهم في القانون، وطردت هو عنده عيال وبيت واسره. اكيد مراتك كان عندها سبب تعمل اللي هي هتعمله دلوقتي حالا. ايه ده انت بتدمع بجد؟ بتدمع ليه؟ بتعيط ليه؟ انت عايز تفهمني انك قتلتها علشان هي تستحق الموت؟ أكيد. طب وبنتي؟ بنتي اللي أنت عايز تقتلها هي كمان؟ بنتي اللي بتهددني بيها تستحق هي كمان؟ أكيد برضو. ليه؟ عشان بنتك، ده سبب كافي خلاها تستحق الموت. بنت الخطيئة خطيئة، وبعدين بعد الفيديو العميق ده إيش دراك إن هي بنتك أساسا؟ بص بقى، هتتفرج وعايزك ثابت، دمعة واحدة تنزل منك صدقني هتزعل، ومفيش غيرك هيزعل بجد. الفيديو شغال وانا مش مستحمل، قرفان، مش قادر ابص، مش قادر. غصب عني بدأت احس اني صعبان عليا نفسي، صعبان عليا اللي انا فيه، وغصب عني عيني دمعت. بسرعة مسحت دمعتي وقلت له أنا هو ماسك نفسي، أنا ما بعيطش، أنا ثابت أهو. بنتي وقعت على الأرض. أنت ليه عملت كده؟ الاتفاق يا أمير، قلت لك مفيش دمعة تنزل من عينيك، أنت ما صدقتش الاتفاق، وبعدين انت استفزتني. الله عامل لك ايه يعني؟ اكيد ده كابوس وهصحى منه، انا مش مصدق اللي بيحصل ده، مش مصدقه. هلا قول لي يا امير، ليه كل واحد اما بيبقى في مصيبه بيتمنى ان ده يبقى كابوس؟ هل ده جبن؟ لا ما اعتقدش انك جبان يا امير. انا مش هتحرك من هنا، مش هقوم من هنا. لا انت هتتحرك وهتدخل على الأوضة السابعة، وإلا مبقاش في وقت أفكر أنا هنفذ اللي بيتقال ولا لأ، مبقاش في اختيار لأي حاجة. دخلت الأوضة السابعة. شايف إيه؟
شايف أربع جدران، أربع حيطان وبس. تعرف يا أمير، تعرف إن كل بني آدم في الدنيا دي عنده فوبيا من حاجة معينة، حتى لو هو ما يعرفش إيه الحاجة دي، بس أكيد أكيد كلنا عندنا فوبيا من شيء معين. كلنا عندنا حاجات بنخاف منها. في ناس بتخاف من الضلمة، وفي ناس بتخاف من الوحدة زيك كده. عندك حق، عندك حق صحيح. وفي ناس بتخاف من الأماكن الضيقة. الحيطة بتضيق من الأربع اتجاهات. أمير، أنا بأكد لك إنه الحيطان دي مش هتكسر عظمك، بس إياك إياك يا أمير تظهر خوفك. واه، من زمان وانا عندي معلومه كده من ناس قريبين منك، كنت انت بتحب قعدتهم وبيحبوا قعدتك، انك بتحب ترتجل قصص وتحكي لهم حواديت. ارتجل لي قصه يا امير. ارتجل ايه واحكي ايه في وقت زي ده؟ احكي ايه؟ احكي لي قصه رومانسيه. مش هقدر ارتجل ولا احكي دلوقتي، مش هقدر. هتقدر، جرب. انت عايز ايه يا زفت انت؟ انا مش عايز حاجة، انا عايزك ترتجل. يا ابن الكلب. بماشي ماشي. مرة حبيت واحدة. الله الله، القصة دي وحشة يا امير، باين عليها. وانا لسه اتنيلت قلت حاجة يا ابن الكلب. برضو قلة أدب، برضو مش عايز تبطل انت. ماشي يلا احكيلي. ها، ايه بقى؟ كنت بحب واحدة وحبيتها، حبيتها وحبيتها عشان هي. كمل يا امير كمل. مش هقدر. كمل بس، كمل واحدة واحدة. كانت عينيها خضرة و امير انت ما بتحبش العينين الخضرة اصلا، احنا هنكدب من اولها. هي القصة كده، ارتجل اللي انا عايزه. ما تعليش صوتك تاني يا امير. عايز ايه طيب؟ عايزك تسمع الكلام. حبيتها، واكتر حاجة حبيتها فيها براءتها، وكنت شايف المستقبل، كنت شايف فيها انها هتبقى ام لولادي. تعرفت عليها في الشغل، وبعد ما تعرفت عليها رحت وقلت لها ان انا بحبها، وقلت لها اني عايز اجي اتقدم لها. اها، انت كده كداب يا امير. في حد اول ما يتعرف على حد يتقدم له؟ لا لا، انت كده بتستخف بعقلي وانا ما بحبش كده. الحيطان قربت بسرعة جدا لحد ما بقت قربت تلمس كتافي. رحت لها قلت لها ان انا معجب بيكي. خلي بالك لو الحيطة ضاقت اكتر من كده مش شادر. الحيطة بعدت. نزلت على ركبتي وانا مش قادر اتنفس. هو انا كده خسرت. خش على الاوضه اللي بعدها يا امير. دخلت على الاوضه رقم 8. هعمل ايه هنا؟ هيدخل عليك ضيف. مين؟ هتعرف، في باب تاني قدام. اصبر بس. في آخر الأوضة الطويلة دي اللي كانت أكبر من الأوض اللي دخلتها كلها، كان في حد واحد بيدخل. الإضاءة كانت وحشة جدا، ما كنتش قادر أميز ملامحه. أمير، عايزك تحسس بإيدك على ودنك كده. أيوه، في سماعة صغيرة كده في ودنك، أكيد أنت ما كنتش واخد بالك منها ولا حاسس بيها. ده لأنك لابسها من بدري فبطلت تحس بوجودها تدريجي. السماعة الصغيرة دي هتخليك سامعني، بس انت وبس اللي سامعني. ابوك يا امير. ابويا؟
ولا دخل الأوضة. مش ده اللي انت في الأساس جيت علشانه؟ بص يا أمير، هتردد اللي هتسمعه بس. ولقيت أبويا في آخر الأوضة بيتكلم. إيه المكان اللي انت جايبني فيه ده يا ابني؟ رد أمير وقول له ده المكان اللي متعود أجيب فيه أي كلب علشان أروضه. ده المكان اللي متعود اجيب فيه اي كلب عشان اروده. كلب؟ الله يسامحك يا ابني، الله يسامحك. على كده بقى بالجرأة دي كل الخلافات اللي في الشركة كنت انت اللي عملتها. طب ما خفتش عليا اني اعرف وانا عندي القلب كده اروح فيها؟ رد يا أمير وقوله لا ما خفتش عليك يا بابا، ده أنا لو أطول أدوس عليك برجلي الاتنين مش هتأخر. بس أنا عامل حساب لكلام الناس، إنما أنت ولا تسوى. إزاي أقول كلام زي ده؟ قول يا أمير. لا ما خفتش عليك يا بابا، ده أنا لو أطول أدوس عليك برجلي الاتنين مش هتأخر. أنا بس عامل حساب لكلام الناس، إنما أنت ولا تسوى. أنت مالك بتتكلم كده ليه يا ابني؟ زي ما يكون مش عايز تقول. أنت يا ابني ملبوس. أمير قوله إنك بتعيط على حالك عشان متضايق إنك ما عملتش كده معاه من زمان. أنا بعيط على حالي عشان متضايق إني ما عملتش كده معاك من زمان. حرام عليك يا ابني، ليه تخليني أشوف يوم زي ده؟ قلبي جيت أقوم. اقعد مكانك يا أمير، ما تتكلمش، إياك تتكلم، لو اتكلمت هيموت. بابا بيحاول يحط ايده في جيبه، عايز يجيب دواء اسمه دينترا عشان عنده أزمة، عايز يحطه تحت لسانه مش طاهل. ايديه بتترعش، مش قادر، وقع على الأرض. جيت أقوم من مكاني. اقعد مكانك. أبوها بيلفظ أنفاسه الأخيرة. اقعد مكانك يا أمير. ما قدرتش، قمت وقفت. أول ما قمت وجيت أجري عليه اتفتح شباك صغير من على اليمين وخرج منه طرف سلاح، وعلى جسم أبوي علامة ليزر لونها أخضر. اخرس اخرس يا ابن الكلب، ده انا لو شفتك انت مش متخيل هعمل فيك ايه. ده لو شفتني. ادخل الاوضه التاسعه يا امير. بصعوبه قمت، بس لا ما قدرتش اسيب بابا، بقيت عايز اخده معايا. مش هسيبه. لا هتسيبه يا اخي عيب، وانا هسيبه برضو، ده عشرة برضو. روح الأوضة يلا يا أمير، ما تقلقش أبوك في أمان معايا. دخلت الأوضة التاسعة. إيه ده؟ دي سكينة، أعمل بيها إيه؟ قالت لي يا أمير إنها حبت كل حاجة فيك، وده مش بإيديها، حتى لمست ايدك وانت بتسلم عليها. اما قصة عبرة بصحيح، هتلاقي ورا السكينة دي كده في انبول، اكسره واشربه. ليه؟ ده بيزود معدل الالم عندك، تحس بيه اكتر من الطبيعي. اقطع ايدك.
ناهي التاني ونتحايل؟ ما اعتقدش. اقطع ايدك يا امير. مسكت السكينة. شاطر. يلا يا امير. مش هقدر، مش هقدر يا قناص. على فكرة انا عندي استعداد اخليك تختار الضحية اللي جاية، على اعتبار انك ما مش هتنفذ، بس انا حاسس انك هتنفذ. يلا حاول حاول. الله استرجل كده. الله في ايه مالك؟ امسك نفسك يا راجل. امال ده انت الاخ الكبير. وبدأت اقطع ايدي. ما كنتش متخيل انك هتعمل كده. وحانت لحظة السعادة. الغرفة العاشرة يا اخي. ادخل قوم بس بشويش كده اصلب طولك. يلا 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 على مهلك ادخل. حط ايدك بس على الجرح علشان الدم. اكتمه اكتمه. يلا يا امير مفيش وقت. لما دخلت الأوضة في مسدس وسكينة وإزازة صغيرة مكتوب عليها سم وفي مشنقة. هقتل مين المرة دي؟ أعتقد مفيش حد في الأوضة غيرك، وأعتقد برضو أنت مش محتاج تعرف هتقتل مين. نفسك. أصعب اختيار يا أمير أنك تختار بين حياتك وبين حياة حد تاني. في العادي أنت هتقول هما وحياتك أنت تروح عادي، وأضحي علشان ولادي، وأضحي علشان مراتي، أضحي أضحي. طب يلا ضحي، وأنا مسهلها عليك أهو، كل الوسائل متاحة كلها. اختار أي وسيلة براحتك، اختار الطريقة اللي تريحك. مهما كنت عملت في حياتي، هل أنا استحق اللي بيحصل ده؟ هل كل ده كان مكتوب إنه يحصل لي؟ ليه؟ عشان ايه؟ هل حياتي دلوقتي تسوى اي شيء؟ ما يتهيأليش. بعد تردد كبير مسكت المسدس، رفعته وحطيته على دماغي، وبعدين ما قدرتش نزلته وحطيته عند زوري في رقبتي، ولزقته في رقبتي وانا بتشاهد. اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمد رسول الله. كل حاجة ضلمت. انت فين؟ الانسان لما بيتحط في اختبار انه يضحي بنفسه او بحد بيحبه بيضحي بنفسه. ايه؟ الانسان لما بيتحط في اختبار انه يضحي بنفسه او بحد بيحبه بيضحي بنفسه. الإنسان الإنسان إيه؟ الإنسان إيه ده؟ أنت فين؟ الإنسان أنت فين؟ يعني إيه؟ بصيت جنبي، التليفون بيرن. رديت. الو؟ ايوه يا حبيبي، انت سامعني؟ انا بابا. جدو عايز اكلم بابا. يا ابني بنتك عماله تشد التليفون من ايدي. اسكت يا بنت، مش عارف اكلم ابوكي. يا عمي لو سمحت قول له هو قافل موبايله ليه. قمت فتحت الباب وطلعت جري على بره. عديت بكل الاوض اللي عديت عليها، الاوضه اللي كان فيها بابا قبل الأوضة دي واللي قبلها. كان في حد على الأرض. بس إيه ده؟ إيه الوش ده؟ ده وش جلد؟ وإيه اللي متركب على الزور ده؟ إيه الجهاز ده؟ ده مش بابا؟ جريت
دخلت الأوضة اللي كانت فيها مولي الكلبة بتاعتي. ده مولي فعلا ميتة. دخلت أوضة التشريح، أول أوضة دخلت عليها، دي مش جثة، ده مجرد مكت. يعني إيه الدم والأحشاء؟ كان مجرد تمثال. الكلبة يمكن هي الحاجة الوحيدة اللي كانت بجد، ما هو لازم برضو يبقى فيه خسارة. ببص ورايا لقيته أمجد. ايه ده انت؟ ما كنتش قاتل أهلنا يا أمير، أنا اكتفيت بس بتدميرك أنت. أخليك تقتل كلبتك وتاكل لحمها، أخليك تقطع الإيد اللي اتمدت بسلام مبني على خيانة. فاكر الكلام ده مر عليه قد إيه؟ الكلام ده مر عليه 5 سنين. الخمس سنين دول أنا ما كانش عندي أي شغل في حياتي غير إن أنا أرتب انتقامي، وانتقامي ده مش من فراغ. فاكر أنت الراجل اللي اشترى الجراج بتاع العمارة؟ أنا الراجل ده، والمستشفى دي أنا بنيتها مخصوص علشانك، عشان يوم زي ده. عايز أسألك سؤال، مش هستناك تقول لي اسأل. ليه خنتني؟ عشان أنا كمان حبيتها، وما كانش بإيدي يا أمجد. وادي ربنا ردها لي وخلى مراتي تخني. لا لا، مراتك ما خانتكش يا أمير، أنت عبيط. ما أنت لسه رافع فيديو زي ده بالظبط ليك أنت. هل أنت عملت كده؟ لا، أنا زي ما عملت ده عملت ده. الفلوس والدماغ الصحية بتعمل أكتر من كده يا أمير، خصوصا لو عندك هدف. هدف كده زي زمان لما قلتلك خلي عندك هدف واعمل قناة على اليوتيوب واحكي فيها قصص طالما بتحب ترتجل. فاكر ولا أفكرك؟ يعني هي ما خانتنيش؟ لا 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 لا، خانتك ولا تقتلت ولا حاجة. خنتني ليه يا أمير؟ خنتك عشان ما كانش بإيدي خونك ولا ما خونكش، أنا حبيتها. أنا كمان حبيتها، أنا كمان حبيتها أوي يا أمير. كنت لما بتخرج معاها وتبقى في حضنك كنت بغير عليها منك. خد تعال 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 أوريك حاجة. قربت منه، وراني في التليفون فيديو هو مصوره لنفسه وبيقول فيه: النهاردة أنا قررت أنتقم من أخويا، لو في أي مرحلة من المراحل اعترف بخيانته ليا هعفي عنه. ما كنتش مستني منك يا أمير غير إنك تعترف بخيانتك. خرج من جيبه مسدس وبيدهولي. طعم الانتقام لذيذ يا أمير، انتقم. خدت المسدس رفعته وحطيته في دماغه. انتقم يا أمير، اقتلني، أنا عارف إنك محتاج ده جدا. وبدون مقدمات قلبت السلاح لدماغي أنا. أنا مين بقى؟ أنا دكتور رؤوف. أنا عارف يا أستاذ إن حضرتك مش عارفني، بس أنا دكتور ابن حضرتك كان بيجيله من فترة. حضرتك تسمح لي أقعد؟ اتفضل يا ابني. شكرا يا حاج. ابن حضرتك كان عنده مشاكل كتيرة جدا، يمكن من ضمن المشاكل دي إن هو ما كانش قادر يسامح نفسه بسبب اللي عمله، فحاجات كتير غريبة حصلت كده. اخترع لنفسه أخ وحيوان بيربيه، كلبة تقريبا. أخ إيه يا ابني؟ هو ما عندوش غير أخت بس. أيوة أنا عارف. بص يا أستاذ الفاضل، ابنك زمان اتعرض لحادثة حضرتك أكيد عارفها، لما البنت اللي كان بيحبها قبل ما يتجوز خانته. ده طبعا خلق عنده حالة من الرفض، مش قادر يتقبل ده،
الحقيقة أنا معرفش هو بالظبط عمل فيها إيه، إذا كان يعني زي ما بيقال قتلها ولا لأ، بس اللي عرفه إنه هو ما يقدرش يقتل حد، وفي اعتقادي وأنا آسف على ده طبعا، إنه حتى لو فكر يقتل حد هيقتل نفسه، وأنا قلت له الكلام ده، فهو للأسف رسم شخصية وحط نفسه هو الخاين بدل المتخان علشان يقدر ينتقم من نفسه. بس طبعا مفيش إنسان يقدر ينتقم من نفسه، فكان لازم يخلق شخصية تنتقم منه، وأنا عارف إنها حاجة مش منطقية، بس أنا ما كنتش عارف أقول إيه. أنا طبيب نفسي، والطبيب النفسي بيقسم إنه ما يطلعش كلمة من جلساته برا، حتى لو اللي قدامي جالي وقال لي أنا قتلت ما أقدرش أتكلم. في ناس تانية بتعمل غير كده، بس أنا يعني دي طريقتي. على فكرة هو كان مالك الجراج اللي تحت ده، وفي كاميرات كتير تحت مصورة اليوم اللي هو مات فيه بالأسلوب ده. الجراج ده هو ما كانش مخطوف فيه ولا حاجة، هو كان بيمتلكه. يعني إيه؟ يعني ابن حضرتك كان مريض نفسي، كان بيعاني من أحد حالات الانفصام، ونتج عن حالة الانفصام دي إنه قرر إنه يكون هو الضحية وهو المعاقب في نفس الوقت، ومشى السيناريو زي ما هو كان شايف إنه من العدل إنه يمشي علشان يقدر يتجرد من الذنب اللي هو اتحط فيه، المأساة اللي هو سببها. كانت دي الوسيلة الوحيدة من وجهة نظره إنه يقتل نفسه من غير ما يحس إنه انتحر. يعني أنا ممكن أكون مش لاقي كلام أقوله، بس أنا كان لازم أجي أقول لحضرتك الكلام ده علشان حضرتك ما تتعبش نفسك وترهق نفسك بالبحث عن سبب لوفاته، وعلشان ما تخليش برضو الشرطة تبحث عن جاني وهو مفيش جاني. عن إذنك. قمت ورحت ناحية عربيتي. قلعت الماسك ووحدة التقوية اللي بتغير الصوت. بصيت في المراية. أنا أمير.